السلام عليكم ورحمة الله. تمام، اليوم نتكلم عن السيركوليشن. تمام، نتكلم عن السبيسيفيك سيركوليشنز، مش حنتكلم عن اي نورمال سيستميكال سيركوليشن. فلو نشوفه اليوم بنصنفه ان السيركوليشنز اللي عندنا، اول حاجة عندك اليوم شنو هما السيركوليشن؟ سيركوليشنز نعرف ان فيه اللي هو حيكون فيه الطبيعية اللي تكلمنا عليها اكتر من مرة، اللي هي systemical circulation، اللي هي حتكون من شني؟ اللي هي من الهارت. تمام، من الهارت لشني؟ والله من الهارت اللي هو حيكون للبلود فيسل وتردها في الهارت من جديد. تمام، به لو بنرسمه عندنا اول حاجة اللي هي بتوين، نقول نرسمه هنا مثلا، عندك هنا مثلا كي لو نرسمه هنا مثلا كتيوب، تمام، فالبلد فيسل هنا حتكون شنو نسمو فيها؟ البلد فيسل طبعا اللي خاشة حتى هي مع الهايلم. تمام، شنو نسمو فيها؟ هذه رقم واحد اللي هي نسمو فيها البولمونري سيركوليشن، وهذه تعتبر اول سبيسيفيك سيركوليشن. تمام، هذه بنسمو فيها اللي سبيسيفيك سيركوليشن، فنقولوا انها رقم واحد بولمونري. تمام، ثاني حاجة لو بنشوف مثلا عندنا هنا كي هاند، هنا هاند لو بنشوفه ديما نلقوا هنا شنو؟ ديما نلقوا فيه انستوموزس. تمام، وهنا نلقوا كي مثلا طالع من هنا كي في انستوموز بالارتري وفين، وكي ماشي على المهم هنا شنو؟ هذه رقم اثنين نسمو فيها كيوتينيوس. شو معنى كيوتينيوس؟ معناها سكن. كيوتينيوس سيركوليشن، بقى هذه رقم اثنين. بقى رقم ثلاثة شنو؟ طبعا اللي هو عندنا الهارت. الهارت نعرف ان الهارت حيكون عنده شنو؟ حتى هو اللي هو arterial supply، ونعرف ان حتى هو عنده اللي هو حيكون venous supply اللي اصلا حتى يصب في الرايت اتريوم. فهذه رقم ثلاثة نسمو فيها شنو؟ نسمو فيها الكورونري سيركوليشن. كورونري سيركوليشن باهي. واخر حاجة اللي هي حتكون طبعا اللي هو البرين. البرين سموا فيها اللي هو حيكون شنو؟ سموا فيها سيريبرال سيركوليشن، هيكي. تمام، فمثلا نقول ان هناك بلود فيسلز وارتري، فنقول هنا اللي هي حتكون ال سيريبرال سيركوليشن. تمام، فهذا من الانواع اللي هو بنتكلم عليهم بالوحده. تمام، بنبدا ببسطهم الكوتينيوس، بعدين بنخش بالاهميات بولمونري كورونري وسيريبرال. طبعا كلهم سهلات وما فيش وما فيهمش تعقيد باذن الله. تمام، فاول حاجه بنبدا بها اللي هي حتكون الكيوتينيوس سيركوليشن. تمام، فلو بنشوف اول حاجه الكيوتينيوس اصلا سيركوليشن شنو هي؟ اول حاجه تتكون لك اكيد من شنو؟ من بلود فيسلز. تمام، بلود فيسلز نقول هنا الكيوتينيوس. تمام، سيركوليشن خير الكوتينيوس سيركوليشن اكيد فيها بلود فيسل، لان اي سيركوليشن نلقوا فيها شنو؟ بلود فيسلز. لكن البلود فيسلز هذا ديما نلقوهم مينلي اللي هو نقولوا انه ارتريول. ارتريول باهي، نقولوا انه حتى هي فينيول، ومعاهم نقولوا كابيلاريز. تمام، فهذه اللي حتكون عبارة شنو؟ المين ستراكشرز اللي عندنا. تمام، ارتريول فينيول وكابيلاريز.
البلود فيسلز اللي في السكن كفانكشن ليهم شن هي حتكون المين فانكشن من ناحيه السيركوليتوري سيركوليشن نسموها سكن سيركوليشن، حتكون مهمتها الريجوليشن اوف ذا بودي تمبرتشر. شو معنى الريجوليشن اوف بودي تمبرتشر؟ لان لو نشوف مثلا لو شفنا هذه طبقه سكن خارجيه تمام، ولو شفنا احنا هنا فين نقولوا ان هنا هيك فين تمام، فنقولوا ان التمبرتشر لو نديروها تمام، لو نشوفوا ان التمبرتشر متاع الفين هذا اللي شنو يدير في راديشن الهيت تطلع برا، شنو تطلع برا، فهذه نسمو فيها شنو تسمو فيها هيت اللي هو حيكون ريجوليشن باي فيسلز تمام. وطبعا اللي هو الهيت ريجوليشن منها شنو حيعدل لك التمبرتشر، فنقولوا ان شنو منتين اللي هو حيكون البودي تمبرتشر طبعا كونستنت، وهو تبع شنو تبع الهوميو ستيزس. فهذا هو تمام، هذا هو المين فانكشن او المين كونسبت نتاع الكوتينيوس سيركوليشن، انها تدير لك للريجوليشن للبودي تمبرتشر. هذا اهم حاجه تبقى من الكوتينيوس سيركوليشن تمام. لكن في حاجه مهمه كيف يصير فيها اللي هي حتكون the most beneficial من ناحيه الـ regulation of body temperature، اللي هي نسمو فيها شيني شنط او anastomosis تمام. هذه ما فيهاش كابيلاري، تعتبر شيني عباره عن arteriole وفينيول مع بعض، هيك ارتريول وفينيول يعطيك حاجه نسمو فيها شنو نسمو فيها ارتريو فينوس انستوموزس او شنت تمام. ارتريو فينوس انستوموزس او ارتريو فينوس شنت، شو ميزتها؟ هي ميزتها اول حاجه نو كابيلاري. شو معناه نو كابيلاري؟ معناه ات باي باسز الكابيلاري تمام، فور اللي هو حيكون بيتر هيت ريجوليشن. لان شني نعرفوا ديما ان الارتري هي حيكون تعطي في شني تعطي في الدم اللي هو حيكون السخون، وتعطيه للفين، والفين يدير في راديشن للهيت. فلما يقول لك ان اصلا الارتري فينس انستموز قبل ما تخش الكابيلاري طول يعطيك اللي هو حيكون الفينيول باش يديلك في شيني ترانسبورت اللي هو الهيت رابدلي تو شيني تو باي باس اللي هو حيكون الكابيلاري، ويدير ريجوليشن امبورتنت ريجوليشن للتمبرتشر. با الارتري فينس انستموز هذه وين تلقاها تمام؟ الارتريال فينس انستموز وين تلقاها؟ تلقاها في تب اوف توز، يعني وين تلقاها؟ في راس الصوابع، صوابع الرجلين وصوابع اليد اللي هو تب اوف فينجرز، وتلقاها في البالمز، وتلقاها في السول، يعني تلقاها في اليد. اليد وين تلقاها؟ تلقاها في التب متاع الفينجرز، وتلقاها في البالم. با في الفوت وين تلقاها؟ تلقاها في السول، وتلقاها وين؟ تلقاها في التب اوف توز. با وين تلقاها تاني من اللي هو التوز واللي هو حيكون البالم متاع الهاند والسول والسول متاع الفوت ومعاها التوز؟ تلقاها في نهاية النوز هنا تيب اوف نوز، وبعدين عندك تلقاها حتى في شني اللي هو في الايرز تمام. فلو منشوف اول حاجة عندك هنا مثلا نقوله من البداية، نبدأ من فوق للوطة، مثلا نقوله هذه اللي هو حيكون الاير دقيقة، هذه نقوله ان اللي هي الاير تمام. رقم اثنين كيف نرسم؟ نقوله مثلا هذاك هنا نلقاها تمام النوز، طبعا تلقاها في الفينجرز، تلقاها في كيف نرسم البالم هذا تمام. دقيقة بس مثلا هيك هيك تلقاها في البالم، وفي الأخير تلقاها حتى هي في التو هيك التو، تلقاها السول اوف ذا فوت تمام. فهذا هو اللي هو حنلقوا ان البليسز نتاع الارتيريال فينس انستوموزس هي عباره عن انستوموزس without capillary for faster heat regulation تمام. به الكوتينيوس سيركوليشن لما نتكلم عليها كريجوليشن اللي هو ايش معناها ريجوليشن؟ عن طريق شنو فيها هاير كنترول، والهاير كنترول ديما نعرفوا ان ايذر رابيد اللي هو حيكون نيرفس كنترول عن طريق النيورونز، او اللي هو حيكون سلو عن طريق الميتابوليزم اللي هو ميتابوليك. ونعرفوا ان السيركوليتوري سيستم مينلي اصلا ريجوليتد باي ذيز تو فاكتورز. لكن شنو هم الحاجات الريجوليتد باي ميتابوليك اللي هم حيكون السيريبرال والكورونري؟ فالكوتينيوس نلقوا ان السيركوليشن بتاعه از ريجوليتد مينلي باي نيورال كنترول تمام. النيورال كنترول بها انت بتدير في ريجوليشن بالنيورال كنترول، وعندك الارتيريال
arteriovenous anastomosis the main importantly وحيكون factors باش تدير لها regulation. فأكيد نلقوا إنه حيكون highly innervated, highly innervated by طبعا many by sympathetic muscle. مغير إنه higher innervated by sympathetic muscle أصلا شن بتدير innervation؟ بتدير innervation لمصل باش either تدير collapse vasoconstriction أو تدير اللي هو حيكون open vasodilatation باش تدير heat regulation. فنقولوا إنه شن عنده اللي هي thick muscular wall, thick muscular wall. ثاني حاجة نقدر نقول وقلنا اللي راح يكون under the neural اللي هو حيكون control. تمام, تو بنخشوا اللي هو حيكون في الريفلكس ارك نفسها. طبعا لو النيورال كنترول, تمام النيورال كنترول اللي تكلمنا عليها هنا, طبعا تحت النيورال كنترول باي شين هو السنتر بتاع النيورال كنترول. نعرف ان التمبريتشر اكيد حيصير له كنترول باي شين, باي هايبوثالاموس, اكيد باي دي هايبوثالاموس. هذه common knowledge ان الهايبوثالاموس هو مسؤول على ال مسؤول على الهيت او الريجوليشن, هيت ريجوليشن. فتمام, تو لو منشوفه منديره الريفلكس ارك بتاعنا. كيف تبي تدير الريفلكس ارك بتاعك؟ سهل, الريفلكس ارك ديما عفوا يتكون من الريسبتور افرنت سنتر افرنت, وبعدين عندك اللي هو حيكون الافكتور اورجن. تمام, تخيل انت هنا اليد هذه مثلا اللي هو حيكون عندها اللي هو مثلا هنا الريسبتور. تمام, شنو هو مثلا نديره باي لون؟ مثلا اخضر الريسبتور هذا, هذا نسمو فيه شنو؟ هذا نسمو فيه ثيرمو سنسيتيف دقيقة خليني اكتب لك كذي سنسيتيف ريسبتور ريسبتور. تمام, با ثيرمو سنسيتيف ريسبتور هذا شن بيدير؟ بيبعث لك افرنت. الافرنت بيمشي 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 بيمشي, طبعا بيمشي اللي هو حيكون لي هاير فانكشن فوق. نتخيلوا ان هذه شنو؟ نتخيلوا ان هذه جهه الهايبوثالاموس, ونعرف ان الهايبوثالاموس اللي هو نسمو فيه شنو؟ نسمو فيه ثيرمو ريسبتور سنتر. تمام, فهو السنتر بتاع الثيرمو ريسبتور, فنسمو فيه شنو؟ السنتر بتاعنا. تمام, وهذا طبعا شنو؟ هذا الافرنت. باي يرد لك شنو؟ يرد لك بايفرنت, والإيفرنت هذه شنو بتكلم؟ تكلم مثلا الأرتيريو فينس أنستوموز هنا, تقول له فازو دايلتيشن. شو معناه فازو دايلتيشن؟ بما أن عندك هيت هلبة. تمام, أنت عندك هيت هلبة, أنت بشوية. تمام, أنت عندك هيت هلبة. دقيقة قبل ما ندير حتى الإيفرنت باش تكمل, باش تكمل. طبعا زي ما نعرفوا ان هذه شن بيش يكلم الهايبوثالاموس؟ بيكلم حاجة تانية نسمو فيها السي في سي, بيكلم الصندوق اللي ونعرفوه بالسي في سي اللي في فازو موتور اللي هي كوفازو كونستريكتور وفازو دايلاتيتر مربوطات مع بعض, وهذا عنده خيط, وعندك الكارديو انهبيتري حتى هو عنده خيط. با توا انت السنتر مشى بيكلم الايفرنت باش يكلم, بيكلم السي في سي باش يعطي ايفرنت. توا انت عندك هاير تمبريتشر, انت هاير تمبريتشر معناها تبي تفتح لي الارتيريو فينس انستوموزس او الارتيريو فينس شونت باش تدير هاير هيت ريجوليشن. بما ان تدير انت اللي هو حيكون عباره شنو في هاير ريجوليشن باي اوبننج اللي هو حيكون للشونت, معناها انت شنو بتدير؟ بتدير في انهبيشن للسمباتيتك وانهبيشن للسمباتيتك باش شنو يدير؟ بيدير فاسودايليتيشن. فنلقوا ان حتى الايفرنت اللي طالعات من هنا مسؤولات ان شنو يديروا؟ يديروا فاسودايليتيشن. ولما تدير فاسودايليتيشن ينقص اللي هو حيكون الريزيستنس لانه زاد الراديوس. بما ان ينقص الريزيستنس اكيد حيزيد الفلو, وبما ان زاد الفلو حيزيد اللي هو حيكون عباره شنو؟ اللوس اوف هيت, فيولي للطبيعي. تمام, فلو بنتكلموا على الافكت بتاع ديس ريجوليشن, تمام, اول حاجه يديلك في شنو؟ يديلك في فاسو دايليتيشن لميني للارتريز باش شنو يدير؟ باش يزيد الفلو, يزيد الفلو لميني للفينز. باهي, ثاني حاجه يديلك في فاسو دايليتيشن لميني للفينز. علاش للفينز؟ فور بيتر هيت ريجوليشن. تمام, اللي هو حيكون عباره شنو؟ فور بيتر هيت ريجوليشن, قولوا هيت ريجوليشن. باي رقم ثلاثة يفتح لك اللي هو يفتح لك الاوبن او اوبن مني اللي هو حيكون كلوزد ارتيريو فينس انستوموزس. تمام, اللي هو يفتح لك اوبن ارتيريو فينس انستوموزس. وين؟ وين نلقاه؟ في الهاند, وزي ما قلنا اللي هو نلقاه في الفينجرز والبالم, وفي الفوت نلقاها في السول والتوز, وعندك تلقاها حتى في شني؟ في التيب اوف نوز اند تيب او الاير, مش تيب اوف توز, اير.
تمام معاها، واللي هو حيكون حتى التيب اوف نوز. هادم اليوم حيكون عباره عن الارياز اللي صار فيها فازو دايليتيشن، هادم اليوم حيكون عباره عن هادم بيصير لهم اللي عشان يلوس للهيت. باهي حاجه تانية رقم أربعة اللي بنتكلم عليها، في مناطق مثلا عندك اللي من هي أكثر منطقة في جسم الإنسان highly innervated with sweat gland، أكيد اللي هي حتكون البالم of hand ومعها السول of foot. تمام هادم، تمام هادم هنا في ميكانيزم تعتبر جديدة، ما قصدي مش سامعين بها هلبة، إن السويت تمام خنديرو حتى بالأحمر هنا، ان شني ان السويت ريليس شني حاجة نسمو فيها برادي كاينين، برادي كاينين. شنو هي البرادي كاينين هذه؟ البرادي كاينين هذه خدناها في البلد السيمستر اللي فات از سبستنت مع الالرجيك رياكشن، تطلع مع الهيستامين ولا، فتعتبر لك شنو؟ تعتبر لك اللي هي فازو دايليتر. شو معناها فازو دايليتر؟ معناها حتى السويت اللي هو يساهم في الفازو دايليتيشن ايه، كيف؟ باي ريليسنج اوف برادي كاينين. من هي اكثر مناطق يصير لهم اللي هو السويت في جسم الانسان؟ اكيد البالم والسول اوف فوت، فهذه تعتبر لك شنو؟ هذه تعتبر اهم فاكتور تديرها سويت كهيت ريجوليشن. صح تطلع لك في الهيت مع الووتر ووتر فيبر، لكن حتى هي تدير لك فاسو دايليتيشن باش يطلع اللي هو حيكون يزيد البلد فلو للسكن ويطلع الهيت اللي هو من الفينز. تمام ف اللي يعتبر لك هذا يعتبر كويك ريكاب، ان لو نتكلم على الكوتينيوس سيركوليشن نتكلم على الارتريول والفينيوز والكابيلاريز. طبعا الكابيلاريز صح مش كل الهيت ريجوليشن حيصير في الارتريو فينس انستموز او الارتريو فينس شنت، حتى في البلد فيسلز عاديات اللي فيهم كابيلاري، فهذا باش ضفناها الكابيلاري. تمام ثاني حاجه ان تحت النيورال كنترول، ثاني حاجه ان النيورال كنترول طبعا اكثر حاجه على الارتريو فينس انستموزس، معناها اليو هايلي انرفيتد واكيد حيكون ثيك مسكلر، لان اكيد شن بدي ريجوليشن للمصل. ثاني حاجه ان بنتكلم عليها الار، قبل ما نتكلم على الار الارتريو فينس انستموز قلنا لقيناها في الاير، لقيناها في النوز، لقيناها في الفينجر، لقيناها في البالم، لقيناها في التو، لقيناها في البالم of foot sole of foot قصدي، لقيناها في sole of foot. تاني حاجة تكلمنا اللي هو حيكون على الريفلكس متاعنا، قلنا ان اللي هو حيكون ثيرمو سنسيتيف ريسبتور، بعدين اعطاك افريد مشى للهايبوثالاموس هذا السنتر متاعنا، كلم السي في سي كان عنده هاي تمبرتشر، شنو بيدير؟ بيدير انهبيشن للسمباتيك باش يدير فازو دايليتيشن، والفازو دايليتيشن انكريس البلد فلو، من غير ان تدير انكريسنج البلد فلو شنو تدير ثاني؟ فازو دايليتيشن الارتري قلنا تزيد الفلو، فازو دايليتيشن الفين يدير لك الهيت ريجوليشن، يفتح لك الانستموزس، والبالم والسول يبدا يزيدوا في شنو؟ يزيدوا في السويتنج، بما انه زاد في السويتنج معناه البرادي كاينين تدير لك في شني؟ تدير لك فاسو دايليتيشن، فيصير لك اللي هو حيكون مور لوس اوف هيت. لو كان صار في ديكريس للتمبريتشر العكس تمام، نعرفوا ان اللي اصلا يصير لديكريس في التمبريتشر شنو يصير لاكثر شيء؟ يصير له اللي هو ممكن يصير له شنو نسموه فيه اللي هو حتى ازرقاق اللي هو ساينوزس تقريبا. فالديكريس اللي هو حيكون في البادي تمبريتشر شنو يسبب لك؟ يسبب لك في العكس اللي هو ستيميليشن في السمباثيتك سيستم، وبما انه يسبب لك في ستيميليشن للسمباثيتك سيستم فنلقوا اللي هو يكون عبارة عن شنو؟ it leads، ما انت بما ان عندك low temperature فما تبيش heat loss في blood vessels، فهذا باش تبي تدير vasoconstriction، فهذا باش تفعل في sympathetic system، فهذا باش تلقى اللي هو حيكون في low temperatures the hands or limbs بالذات الاطراف تلقاهم في شنو؟ في زرقاق. تمام هذا بشكل عام، هذا كاشيني هذا نسمو فيه نيورال ريفلكس او نسمو فيها لونج ريفلكس سنترال ريفلكس زي ما تكلمنا عليهم في الجاسترو انتستاينال تراكت في الفيسيو اللي فاتت. تمام لكن من ناحيه في حاجه نسمو فيها لوكال تشينج في التمبريتشر. شو معنى لوكال تشينج في التمبريتشر؟ يعني ممكن ان يدك بس مثلا فيلز الهيت، مثلا محطوطه في هوت بويلينج بوت اوف ووتر، مثلا اللي هو مثلا اناء معبي ميه مغليه، طبعا مش كل الجسم حيكون فيه فاسو مثلا اللي هو حيكون بما انه في تمبريتشر هاي، فنقول مش حيكون كل الجسم حيكون فيه مثلا ستيميوليشن للفاسو دايليتيشن، لا فحيكون لوكال في الهاند هذه بس. كيف حيكون لوكال؟ لوكال عن طريق حاجتين، ان التمبريتشر نفسها تمام، التمبريتشر نفسها رقم واحد، ان التمبريتشر نفسها عندها اللي هو حيكون عباره عن شنو؟ افكت
on blood vessel، يعني temperature high temperature اللي هو سبب لك عبارة عن شني vasodilation، وعندك مثلا low temperature vasoconstriction. this لكن this factor يعتبر لك independent. شو معنى independent؟ غير معتمد على nerve supply، يعني عبارة عن physiological factor of temperature، ما دخلاش بreceptor afferent center efferent effector organ، لا دخله بdirect temperature effect. وبعدين طبعا اللي هو حيكون اللي تكلمنا عليه قبله ان spinal reflex اللي تكلمنا عليه center receptor receptor afferent center efferent effector organ، هذا حتى هو localized اللي هو حيكون للتشيو نفسها. تمام، لكن في فينومينا تانية اللي هي نسموها اللي هو حيكون redness اللي هو حيكون في cold environment. تمام، اللي هو مثلا الخشم او اللي هو الايرز مثلا خلال مثلا اللي هو حيكون low temperatures in cold winter ممكن يتحولوا لشنو؟ يتحولوا vasodilation. تمام، ولا والvasodilation هذا تمام نسمو فيه شنو؟ نسمو فيه اللي هو حيكون ال cold environment effect. تمام، وين تحصلهم كان نكتبوه؟ مثلا نكتبوه هنا اللي هو cold environment effect، cold environment effect. شنو هو cold environment effect؟ cold environment effect يقول لك ان لما يكون فيه low temperature فيه اجزاء من الجسم مثلا النوز والاير بدل ما يصير لهم فازو كونستريكشن باش اللي هو فازو كونستريكشن لا يصير له فازو دايليتيشن ويولي احمر. طبعا هذا نون نيوروجينيك ماهوش مدخلش بالنيورون سيستم، لكن هذا دخله طبعا اللي هو الميكانيزم نفسها مش معروفه، لكن السبب نعرفوه او تقدر تقول متكهنين به. يعني شنو هو السبب؟ انت من ناحيه السيركوليشن عندك بالتمبريتشر بشكل عام تلقى فيه فازو كونستريكشن، ولا يعني ان البلد فلو اصلا ناقص. بما ان البلد فلو ناقص فان الاطراف نتاع الجسم مش حيوصل لها انف بلد. بما انه مش حيوصل لها انف بلد شو معناها؟ لما ما يكونش عندك انف بلد اول حاجه بتخش في اسكيميا، بعد الاسكيميا بتخش في نيكروزس، بعد النيكروزس اللي هو حيكون بتخش في شيء خلاص موت الخليه. لكن الافكت هذا الكولد انفايرمنت افكت اللي يدير لك vasodilation it's a protective response to prevent tissue damage في peripheral parts of our body اللي هم حيكون النوز وغيره. فنلقوا ان الافكت هذا مهمته يحمي البلد او التيشيو اللي في جنبه، يمنعها شنو؟ يمنعها من اللي هو حيكون الدمج. تمام، فهذا هو الكولد انفايرمنت افكت. ما هذا باش ممكن تفكر في دماغك لا في ناس يقولوا مثلا عندك اللي هو حيكون عندهم فازودايتيشن واللي احمر، لا هذا بروح على النيوروجينيك افكت يعتبر بروتكتيف ريسبونس. لكن البو از ريفلكس ار كامل لما يكون عندك اللي هو لو تمبريتشر تدير فازو كونستريكشن تو بريفنت اللوس اوف هيت. لكن لو كان عندك vasodilation في أطراف من الجسم خلال cold temperature يعتبر non-neurogenic protective response. تمام، non-neurogenic protective response شو معناها؟ non-neurogenic هذه أهم حاجة، إنما دخلاش ب afferent efferent center، لا non-neurogenic response. تمام، فهذا هو من ناحية اللي هو حيكون الكوتينيوس هذا هو يعتبر شنو الكوتينيوس سيركوليشن، ونشوف البولمونري سيركوليشن بعد. تمام، توا بنتكلموا على البولمونري سيركوليشن. تمام، هذه رقم 2 اللي هي تعتبر مهمة جدا، بولمونري سيركوليشن. شنو هي البولمونري سيركوليشن؟ البولمونري سيركوليشن عبارة عن السيركوليشن اللي تصير inside the lung. نعرفوا مثلا لو رسمنا مثلا هنا الهارت نعرفوا ان الهارت يتكون لك من رايت اتريوم، ونلقوا يتكون لك من رايت فنتريكل وليفت اتريوم وليفت فنتريكل. تمام، هنا نبي حاجة واحدة بس، نبي نرسم الضغوطات شوية متاع الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل، لان نبي حاجة. طبعا نعرفوا هنا ان الدروينج السيستوليك توصل 120، طبعا الدايستوليك من 0 ل 8. تمام، وهنا ان السيستوليك متاعها 25، طبعا هنا من 0 ل 4، هذا نعرفوه. تمام، ونعرفوا مثلا هنا طبعا اللي هو نشوفه مثلا عندك البولمونري قداش 25 تقريبا على 9، ومن ناحية اللي هو حيكون الأورطة قداش 120 على 80.
تمام. لو بتشوف انت من ناحية اللي هو فروقات الضغط، تلقى ان البولمونري سيركوليشن والسيستيميكال سيركوليشن يختلفوا من ناحية الضغوطات، بان البولمونري سيركوليشن نلقوا سيجنيفيكنتلي لس من ناحية البريشر. علاش سيجنيفيكنتلي لس من ناحية البريشر؟ لان اصلا عندها لسر ريزيستنس، لسر ريزيستنس دان دي سيركوليتوري سيستم. تمام. فلما نلقوا تدريج الضغوطات من 25 مثلا من ارتري اللي هو بولمونري ارتري، لو درنا هنا مثلا البولمونري ارتري، تمام، مثلا وصل اللي هو السمولر، مثلا نقولوا ارتريول هادم اللي هو السمولر ارتريول، ومغير عندك اللي هو حيكون السمولر هادم ارتريول، مثلا بريك اب طبعا هنا عندك بري كابيلاري سفنكتر، ويعطيك هنا شنو هنا اللي هو حيكون الكابيلاريز، بعدين عندك اللي هو يعطيك شنو يستقبلها طبعا اللي هو حيكون الفينس سايد بتاع الكابيلاري، وبعدين عندك اللي هو هذا شنو هذا اللي هو حيكون الفينيول، وبعد الفينيول يعطيك اللي هو طب اليوم هنا الفينيول سمول فينيول، بعدين الفينيول الطبيعي. انا نبي حاجة واحدة بس، نبي التدرج بتاع الضغوطات. تمام. تدرج ضغوطات، انت تخيل 25 مثلا هنا نقوله في بداية الارتريول، مثلا اللي هو نقوله 20. تمام. المهم ان نلقوا في الكابيلاريز قداش، نلقوا انه 5 ل 7 مليمتر مركوري، 5 ل 7 مليمتر مركوري، ويعتبر ضغط قليل هلبة بالنسبة للسيستميكال سيركوليشن، لأن لو نحسبها زي ما نعرفوا أن قداش اللي هو مثلا بتوين الكابيلاريز هنا بادية اللي هي تقريبا ب 30 تم ب 17، يعني أنت عندك اللي هو هنا الرينج متاعك من 30 ل 17 من ناحية السيستميكال كابيلاريز. الرقم تقريبا مش صح بالضبط، لكن كريفرنس بس أن نشوف من 5 ل 7 ل 30 ل 17. فنقول أول حاجة أن البولمونري سيركوليشن حيكون عنده شني، عنده لسر بريشر دان دي بولمونري البلمونري سيركوليشن، عندها لسه البريشر ذان ذا سيستيميكال سيركوليشن. علاش؟ لان اول حاجه تبدا بضغط اقل، فنلقوا ان تدريج الضغوطات متاعها حيكون عباره عن شنو؟ طبيعيا حيكون في الكابيلاريز اقل من السيستيميكال سيركوليشن. تمام. تاني حاجة من لما تكلمنا على الجسم من ناحية هيدروستاتيك بريشر وكيف نقيسه في الضغوطات، لما قلنا مثلا لو لقيناه ماشي من القلب للوطة نحسبه فيها اللي هو حيكون المين ارتيريال بلاد بريشر زايد 0.77 ضارب قداش سنتي، ولا كان فوق القلب مثلا هنا لو تكلمنا هذه نقطة الهارت، فوق القلب حيكون اللي هو المين ارتيريال بلاد بريشر اللي هو ناقص قداش، ناقص 0.77 ضارب باي، ولو كان لوطة مين ارتيريال بلد بريشر زائد 0.77 ضارب. تمام. فهذه شنو يقول لك؟ يقول لك راهو انت كل ما نزلت لوطة تحت القلب كل ما يزيد لك الهيدروستاتيك بريشر، وكل ما مشيت فوق اللي هو حيكون فوق القلب حتلقى له هيدروستاتيك بريشر. وهذه تاني فاكتور نبوها على البولمونري سيركوليشن، خلينا نكتبوهم. هو اول حاجة نلقوا ان اللي هي فيرست، نلقوا ان الكابيلاري بريشر لو اللي هو حيكون دي ذا كابيلاري بريشر از لو، تمام، 5 ل 7 طبعا اللي هو حيكون ان كومباريسون تو مثلا نقولوا سيستميكال سيركوليشن بريشر. تمام. سيستميكال اللي هو حيكون circulation pressure. تمام. فهذه رقم واحد، نلقوا ان اللي هو الكابيلاري بريشر او نقولوا pulmonary capillary pressure is low 5 ل 7 in comparison للسيستيميكال systemical capillary pressure. رقم اثنين زي ما تكلمنا انه حتكون عنده شني، عنده اللي هو حيكون low hydrostatic بريشر. علاش؟ لانه فوق القلب. تمام. بما ان عنده لو هيدروستاتيك بريشر، لو منوله هنا تخيل بنرسم حاجه ثانيه، انا مثلا عندي تيشو هنا، شنو هي الحاجه اللي تخلي يصير فيه فلتريشن بدل ري ابزوربشن؟ هاي ارتيريال هيدروستاتيك بريشر. بما ان هنا اصلا فيه لو هيدروستاتيك بريشر، هل حيصير فيه فلتريشن ولا يصير فيه كونتينيوس ري ابزوربشن؟ وتكلمنا عليها ان اصلا هذه واحد من التيشيو اللي يصير فيها كونتينيوس ري ابزوربشن، ما فيهاش فلتريشن، فنقولوا ان شنو هنا كونتينيوس ري ابزوربشن، كونتينيوس ري ابزوربشن. من هي التيشيو الثاني او الكابيلاري الثاني اللي يصير فيها شيء؟ هذه نتاع الانتستين.
تمام. فهذه رقم واحد كونتينيوس ري ابزوربشن على ايش؟ عن طريق اللو هيدروستاتيك بريشر. وبما ان لو هيدروستاتيك بريشر فلما نحسبوها لما تكلمنا ان كيف نعرف ان الفلو قديش عندنا كي اللي هو الكونستنت، بعدين تشوف عندك اللي هو حيكون هيدروستاتيك بريشر انسايد ذا كابيلري ناقص هيدروستاتيك بريشر انسايد ذا كابيلري، بعدين بتنقصها من الديفرنس في الاوزماتيك بريشر، اوزماتيك بريشر انسايد ذا كابيلري، اوزماتيك بريشر اوتسايد ذا كابيلري، وبتحسب. لما يقول لك هنا ان لو هيدروستاتيك بريشر، فمثلا نلقوا ان مثلا تخيل ان الهيدروستاتيك بريشر 20 والاوزماتيك بريشر مثلا اللي هو حيكون 25، قديش يعطيك؟ ناقص 5، وناقص 5 هذه تعطيك فلتريشن والري ابزوربشن تعطيك ري ابزوربشن، تمام. فهذه القصه ان كيف اصلا يصير في كونتينيوس ري ابزوربشن في البولمونري سيركوليشن، والسيجنيفيكنت بتاعها باش يخلي الالفيلاي دراي، نبوها جافه ما نبوهاش ويت، فيعتبر شنو هذا؟ واحد من السيجنيفيكنت بتاعها. تاني حاجه ان البولمونري كابيلاريز، تمام. لو بنرسمه مثلا هنا، تخيل ان بناخذ قطاع في اللنج، تمام. تخيل هذا قطاع مثلا في اللنج، تلقى شني؟ تلقى هذا التشعبات هيكي، هذا مشني، هذه اللي هو الداخل من ناحيه مثلا نقول له مثلا جنب الريسبيراتوري برونكاي، تمام. نعرفوا ان هذا مشني هنا في النص هواء، هذا مشني هادم 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 هادم، هذا مشني الفيولاي، تمام. الفيولاي لو بتشوف مثلا ناخذها هيك بروحها، تو نمسحها، عارفه بتجي في مكان الارقام طبعا، هذه مش مهم، خلينا نمسح. تمام. لو بنشوفه ناخذه الفيولاي واحده مثلا، تخيل ان هذه الفيولاي، تمام. انت تخيل هذه الفيولاي، ونعرف ان الفيولاي شنفها اللي هو تايب 1 نيوموسايت، تايب 1 نيوموسايت، تايب 2 نيوموسايت كبيره، تايب 1 نيوموسايت، تمام. ونعرف انها مرتبطه بالفيلاي ثانيه اللي هو حيكون عباره عن شنو؟ عن طريق اللي هو هنا، عباره عن شنو؟ عباره عن اللي هو حيكون انتر الفيلر اللي هو حيكون ممبرين، تمام. وهنا طبعا الفيلاي ثانيه حتى هي متكيه، فيها تايب 1 نيوموسايت، بعدين تايب 2، تايب 1، تايب 1، تايب 1، تايب 2، تمام. الفكره شني؟ الفكره وين مكان الكابيلاريز؟ نحن نتكلم على البولمونري كابيلاري وما نعرفوش وين مكانهم. هو مكان البولمونري كابيلاري هنا بتوين الالفيولاي، شو معناها؟ لو بنرسمه مثلا هنا، لو بنحو هذه شويه هيك ورسمنا هنا هيك مثلا نقول ارتري، ارتريول مثلا هنا، وفينيول هنا، في كابيلاري هنا صايره شنو؟ هنا صايره كابيلاري، هنا صايره كابيلاري. لما يصير في كابيلاري هنا، هل حيكون عرضه للضغوطات نتاع الجو ولا لا؟ ايه، لان زي ما نعرفوا في حاجه اسمها ترانز ميورال بريشر، وترانز ميورال بريشر مهم بالذات في اللنج. فلو بتشوف الفرق بين البريشر اوتسايد وانسايد البلد فيسل، عندك بريشر من الجاس من هنا وبريشر من الجاس من هنا، شن في نظرك يصير لو صار نقوله اللي هو حيكون اللي هو اكسبايريشن، تمام. اللي هو حيكون اكسبايريشن شو معناها؟ مثلا عندك الضغط نتاع الجو اللي هو حيكون يزيد، او نقولوا ان شني؟ ان نقولوا ان اللنج خيره، ان اللنج الالفيولاي بتاعنا بدت اللي هو حيكون عباره عن شني؟ فيلينج ويد جاس. لما يصير لها فيلينج ويد جاس وتولي معبيه بالغاز، ممكن اللي هو حيكون اكثر مرات متصير من الاتموسفيريك، شنو يسبب لك؟ يسبب لك في ضغط اللي هو حيكون عباره عن شنو؟ يسبب لك فورس من هنا وفورس من هنا على البريشر نتاع الكابيلاري فيسل ان بتوين، وهذا يسبب لك في شنو؟ يسبب لك في كولابس. فلما يقول لك ان اللي هو حيكون subjected ان الكابيلاريز، البولمونري كابيلاريز they are subjected either they collapse or distant depend on the pressure متاع الالفيولاي surrounding them، تمام. فهذا اول حاجة بتعرفها. تاني حاجة اللي هو من ناحية الكابيلاريز زي ما تكلمنا عليها، انه عبارة عن شني؟ انه surrounded اللي هو حيكون بالغاز، فيعتبر لك شني؟ subjected اللي هو حيكون للdistension، واللي هو حيكون الكولابس، تمام. هذه اللي هو نبغى نتكلم عليها. تاني حاجه اللي هو من كثر ما ان السيستميك البولمونري سيركوليشن يعتبر غريب جدا، او مش غريب، يعتبر مختلف عن السيستميك سيركوليشن، فصنفنا نقدر نقوله ان البولمونري سيركوليشن يتصنف ليش؟ يتصنف لتو تايب اوف فيسلز، الفيلر فيسلز. شنو هي الفيسل اللي نلقاها في الالفيولاي؟ هذه الفيولاي، تمام. هذا المصاص الفيولاي ولقينا فيها فيسل، شنو حيكون الفيسل؟ الفيلر كابيلاريز. فاول حاجه نقولوا ان عندنا في الفيلر فيسل، طبعا في نسموا فيهم اللي هو نون الفيلر فيسلز اللي هم حيكون الارتري والارتريول والفين والفينيول بروحهم. فاول حاجه رقم واحد نسموا فيها شنو؟ نسموا فيها اللي هو حيكون
تمام. الالفيلر فيسلز، هذا اللي ينبوه رقم واحد اللي هي الالفيلر فيسلز. شنو هي الالفيلر فيسلز؟ طبعا هنا اللي ينسموا فيها شنو، بولمونري كابيلاريز، بولمونري كابيلاريز، هذه رقم واحد. ونعرف ان الكابيلاريز اللي هم حيكونوا وين نلقوهم؟ نلقوهم في اللي بتوين الالفيولاي، ونعتبر لك اللي هو حيكون دي ار شني اكسبوزد لشني، هنا اكسبوزد للالفيولار بريشر. شو معنى اللي هو حيكون اكسبوزد للالفيولار بريشر؟ فنلقوا ان في ريليشن بتوين البريشر انسايد ذا بلود فيسلز بتاع الالفيولار كابيلاري، وفي ريليشن بين شني، بين اللي هو حيكون البلود فيسلز انسايد البلود فيسلز inside ال pressure inside the blood vessels، وال pressure اللي هو حيكون inside the alveoli. فلما يقول لك ان ال pressure، لما ال pressure هنا الضغط الجوي بتاع ال alveoli، نقوله طبيعيا اللي هو حيكون قداش في نهايه ال inspiration وفي نهايه ال expiration قداش يكون لك؟ نلقوه طبيعيا زيرو، حتى في ال expiration مرات اللي هو يزيد شويه، لكن اللي هو مين نلقوه زيرو. لكن لو زاد الضغط الجوي في الالفيولاي زاد، شنو يسبب لك؟ يسبب لك في كولابس، تمام، يسبب لك في كولابس للكابيلاريز هذه، ويصير ريزيست اللي هو حيكون السيركوليشن فيها. لكن لو صار لها ديستنشن مثلا عندك في الانسبيريشن، ونعرفوا ان في الانسبيريشن يولي عباره عن شنو، مور نيجاتيف. واصلا الانسبيريشن هي تايم اوف اكسشينج اوف جاسز، بما ان انت عندك اصلا انسبيريشن، نعرفوا الانسبيريشن يولي مور نيجاتيف، يعني من اللي نعرفوها ممكن يولي من يولي ناقص 3 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5، هذا اللي هو حيكون الانسبيريشن. فنقوله حدوده في النيجاتيف، نيجاتيف ريلم. فلما يكون نيجاتيف فيديلك فان في سكشن فورس. شو معناها سكشن فورس؟ قوه سحب. بما ان قوه سحب معناها شنو يصير؟ يصير في ان البريشر بتاع الكابيلري يطغى، ويصير له شنو، يصير له ديستنشن، ويصير في بلاد سيركوليشن كويسه، ويصير فيه اللي هو حيكون جاس اكسشينج. هذا من ناحيه شنو، هذا من ناحيه اللي هو حيكون اللونج فوليوم. من ناحيه الكالبريشن بتاعه اللي شو معناه الكالبر، الكالبر معناه كانه يقول لك شنو، ان الدايامتر بتاعه. فلما يقول لك الكالبر بتاع البولمونري كابيلاريز، ان شنو يصير لهم؟ يصير لهم اللي هو حيكون ديستنشن. ديستنشن لما يكون في البريشر بتاع انسايد البولمونري كابيلاريز اكتر من البريشر بتاع الالفيولاي، اللي هو نورمالي حيكون اتموسفيريك. لكن لو زاد الالفيولار بريشر اكتر من الطبيعي، هذا وين ما يصير فيه كولابس. ثاني حاجة اللي ينسموا فيها الاكسترا الفيلر فيسلز اللي قلنا عليهم ارتري ارتيول فين وفينيول، تمام. هادم لو منشوفوهم هنا، مثلا هنا عندك ارتري، خش مثلا هنا اللي هو ارتري مثلا، وهنا اللي هو طبعا ارتريول هيك، ومثلا عندك هنا فين وفينيول معاه، تمام. نعرفوا ان شيء، نعرفوا ان هادم، هادو مش مسؤولات عليهم ضغط الالفيولار بريشر، لا، هادو مسؤول عليهم ضغط اللنج بارينكايما. شو معنى اللنج بارينكايما؟ يعني محتوى اللنج من الداخل، او نقولوا شنو، حتى الانتراثوراسيك بريشر يعتبر شنو، يعتبر يأثر فيهم، تمام. فسهلات نفس لك غير من غير ان الالفيولار بريشر مش هو نفسه، لكن نفس الكونسبت، يعني الاكسترا الاكسترا الفيولار vessels خيرهم راهم حتى هم نفس الشيء، تمام، اللي ما حيكون نسموه فيهم عندك اللي هو الارتري ارتريول فين، وعندك اللي هو حيكون فينيول، تمام. فهادم الاكسترا الفيلر فيسلز زي ما قلنا حتى ما موجودات في شنو، اللانج بارينكايما، يعني محتوى اللانج. ولما يصير في انسبيريشن معناه في سكشن فورس، قوه سحب، تزيد الدايمتر متاعهم ويخلي البلد فلو يزيد، فيصير لك ديستنشن. لكن لما اللانج فوليوم تنقص، تمام، مثلا في الاكسبيريشن هنا شنو يسكر عليهم، فينقص اللي هو الدايمتر او الراديوس، وتزيد الريزيستنس، تمام. فهذا من ناحيه اللي هو حيكون اللي هو من ناحيه البولمونري سيركوليشن، لما نشوفه فيها من ناحيه كالفيلر فيسلز وك نون الفيلر فيسلز، تمام. تاني حاجه بنتكلم عليها اللي هي حتكون
من ناحية الريزيستنس متاعنا، تمام. لما نقول لك مثلا انه صاير فيه انكريس في بولمونري ولا البولمونري ارتيريال ولا فينس بريشر، كيف تنقص اللي هو حيكون الريزيستنس متاعنا؟ مش مثلا لما نقول لك مثلا صار في بلود فلو اكتر، البلود فلو اكتر بيزيد بريشر، ونعرف انه لما تزيد مثلا بريشر حتى بفاسو كونستريكشن انت تنقص في شين، تنقص في ريزيستنس، تمام. لكن من ناحية ال من ناحية اللي هو حيكون البولمونري سيركوليشن، نقدر نقوله مثلا نشوفه هنا، تمام. الويز، تمام، او اندراكي كهامش اللي هي ويز تو ديكريس ريزيستنس، تمام. لما يزيد البريشر، تمام، او كيف النقص احنا في الريزيستنس من ناحية اللي هو البولمونري سيركوليشن. رقم واحد نسموه فار ريكروتمنت. شو معناه ريكروتمنت؟ معناه تعيين. تعيين شني؟ تعيين كابيلاريز جدد. بما ان انت اصلا لما نقص الريزيستنس عندك انت شني زاد البريشر، والبريشر هذا من كتر ما قوي بيفتح لك كابيلاريز جدد، وهذا اللي نسموه فيه شني؟ نسموه فيه الريكروتمنت. يعني الريكروتمنت اوف بريفيسلي، يعني قبلها كانت closed capillaries، تمام، اللي ما حيكون عبارة شو نقوله capillaries. فهذه رقم واحد. شنو معنى recruitment؟ recruitment اللي هو حيكون عبارة شنو؟ recruitment، خير كتبتك هنا دقيقة بس، ريك رويت منت، تمام. هذه هي اللي هو حتكون عبارة عن ريكروتمنت. لما يزيد البريشر، ديما انت اربط الريزيستنس والبريشر بحاجة كان ارتيريال. احنا نتكلموا على الارتيريال، احنا تو نتكلموا على الارتيريال او نتكلموا على الكابيلاريز، ما نتكلموش على الفينز، تمام، لان الفينز بروحهم. هنا لما نتكلموا على الريزيستنس، نتكلموا على الريزيستنس، لما نقصنا الريزيستنس زدنا في البريشر، ولا بما ان لما نقصنا في الريزيستنس وزدنا في البريشر، انت شني؟ انت فتحت الدايمتر متاعه، وفتحت عن طريق شني؟ فتحت كابيلاريز جدد. تاني حاجة اللي هي عن طريق شني؟ عن طريق اللي هو انكريس الفاسكولار بريشر في الكابيلاريز، اكيد شني يصير؟ ديستنشن في الكابيلاريز نفسها، هذا اللي هو عبارة عشان ينقص لك الريزيستنس، تمام. فكيف ننقص الريزيستنس بزيادة البريشر؟ أول حاجة نفتحه في كابيلاريز جديد، ولما نعرف أصلا الكابيلاريز دي ماشيين على التوازي، يعني إن الدايمتر نحسبه فيهم كواحد، فهذا باش كل ما فتحنا كابيلاريز أكتر، كل ما نقصت الريزيستنس لأن زاد الدايمتر. فهذه رقم واحد. وتاني حاجة إن الديستنشن اللي هو نقص لك في الريزيستنس على خاطر زايد شني؟ زايد الدايمتر. ثالث حاجة اللي هي بنتكلم عليها، هذه ضروري الواحد ما يمسح سكشن معين، اللي هو حيكون البولمونري بلود فلو او الجرافيتيشنال افكت اون ذا بولمونري بلود فلو. نعرف ان البولمونري بلود فلو عباره عن شنو؟ عباره عن الفلو بتاع البلود توورد اللنج، وزي ما نعرف زمان في البرفيو بنسموها في البرفيوجن ريشيو، لما عرفنا ان في شنو؟ في حتى في ليفلز للاكسجين اكسشينج. نعرف مثلا لما تكلمنا في الريسبيراتوري السمستر اللي فات، ان في التوب توب اوف دي لانج، بما ان انت عندك في التوب اوف دي لانج فنلقوها دي لوست هيدروستاتيك بريشر، فنلقوا ان البلد فلو حيكون ذا لوست، فنلقوا ان الكوك اكسجين اكسشينج از ذا لوست، فنلقوا ان الكربون دايكسيد فوق زي ما قلت، زي ما عرفنا اليوم في البرفيوجن ريشيو، ان في التب اوف دي لانج، التب اوف دي لانج حنلقوا ان شنو؟ نلقوا في هاير جرافيتيشن افكت ولور هيدروستاتيك بريشر، فنلقوا لور بلود فلو، فنلقوا لور جاس اكسشينج، فنلقوا هاير سي او 2، لا نلقوا هاير او 2 هاير اكسجين ولسر سي او 2. علاش؟ لان اصلا البلد ما وصلاش فوق، ما صارش في جاس اكسشينج، فنلقوا ان الاكسجين قاعد عالق في الالفيولاي. لكن لو شفت اللنج لوطه في هاي بلد فلو، فنلقوا هاير سي او 2 لور او 2. علاش؟ لان صار في اكسجين اكسشينج هلبه، والاكسجين ارتفع عن طريق البلد وانقص. فلما نعرفوا ان هذه الكونسبت هذه حن شني حن نطبقوها على البلد فلو، ونقول ان البلد فلو عباره عن شني؟ متقسم اللي هو حيكون لتري زونز، تمام. البلد فلو متقسم لتري زونز. لو بنشوف مثلا اللنج،
تمام، قسموها لـ 3 zones، zone 1، zone 2 و zone 3. هذه الزون، هذه الزون 1، هذه الزون 2، هذه الزون 3. تخيل تو منشوفه شنو، منشوفه ان في مثلا artery داخل الزون 1، artery داخل الزون 2، artery داخل الزون 3. تمام، واعتبر مثلا من الجهة الثانية في فين يخش للزون 1، فين يخش للزون 2، وفين يخش للزون 3. تمام، اول حاجة بنشوفوها طبعا هنا ما تنساش ان في حاجة اسمها شنو هنا، ضغط هواء. تمام، هنا هيك هذا شنو هنا، فيه بريشر للاير وجرافيتي. تمام، اول حاجة نلقوا ان البلد فلو ديكريس فروم بيس تو ايباكس. شو معنى ديكريس فروم بيس تو ايباكس؟ يعني اكتر في البيس اقل في الايباكس، هذا من ناحية البلد فلو. تمام، اول حاجه زون 1، الزون 1 اول حاجه شنو فيها، فيها لو هيدروستاتيك بريشر. تمام، والغاسز اصلا دي ما نعرف ان الغاز يمشي فوق فيتجمع فوق. تمام، الزون 1 هذه، الزون 1 نلقوها لو صاير في، لو صاير في خلل، لو صاير في خلل نلقوا ان الارت الالفيلر، تمام، الالفيلر بريشر اكتر من الارتريولر بريشر، اكتر من الارتيولار بريشر. شو معناها هذه، شو معناها الفيلر بريشر اكتر من الارتيولار بلد بريشر؟ معناها ما فيش بلد فلو لللنج، وهذا ما يصيرش في الحقيقه. الحقيقه ان الزون 1 نلقوا ان صح في بلد فلو، اللي هو حيكون عباره عن جاست انف اللي انه يوصل للالفيولاي ما يخليهاش تموت. تمام، فهنا لكن لو صار عندنا مثلا هيموريج، مثلا لو صار عندنا هيموريج او اي حاجه تنقص البلد فوليوم، هذه حتصير طول، وديما نلقوا ان الايباكس نتاع اللنج هي اكثر حاجه تاثرت به. تمام، هذه من ناحيه شيء، هذه من ناحيه اللي هو الالفيلا بريشر. طبعا هنا حتى هي شيء اكثر من الفينس هذا، فلو نعودها هذه نديرها افضل خير كل مش الثاني، تلقى ان الالفيلر بريشر اكتر من الارتريولر بريشر، والارتريولر بريشر اكتر من الفينس بريشر. تمام، فهذه هي تعتبر شنو، هذه رقم واحد زون نمبر 1. الزون نمبر 2 خير الزون نمبر 2، الزون نمبر 2 فيها تعتبر شنو، فيها حاجه مهمه. اول حاجه قبل ما نمشوا شنو هي الحاجه اللي تعتمد عليها البلد فلو؟ ديما البلد فلو يعتمد على اكثر قوتين قوى من ناحيه بريشر. زمان في السيستميكال سيركيليشن كانوا الارتيري والفينس، لكن في الزون الثانيه هذه صح الارتريولر بريشر اكثر من الالفيلر، لكن الالفيولار بريشر اكثر من الفينس بريشر. فمعناه نلقوا ان الفلو يساوي القوه الكبيره ناقص ثاني اقوى واحده اللي هي الالفيولار. يعني الزون الثاني اللي هو يعتبر شنو، ان الفلو متاعه يساوي الارتريولار بريشر ناقص الالفيولار بريشر. تمام، ناقص اللي هو حيكون الالفيولار بريشر. فهذه هي اللي هو الزون الثانيه. لما يقول لك ان زون 2 نلقوا ان الكونديشن اوف ذا بلد فلو از ديتيرمند باي ذا ديفرنس اوف ارتريال اند فينس بريشر، تقول له خطا. علاش؟ لان اللي هو حيكون ذا سكند سترونجست فورس هنا الالفيولار، فتحسبها ارتريال ناقص الفيولار بريشر. علاش الفينس بريشر ويل نوت انفلونس؟ لان شني قاعد اقل من الالفيولار بريشر. بعدين عندك اللي هو حيكون الزون الثالثة والأخيرة، تعتبر هذه شنو؟ هذه طبيعية جدا. شنو هي الطبيعية؟ أن الأرتريال أكتر من الفينس، والفينس أكتر من الألفيلر، فنلقوا أن الفلو عبارة عن شنو؟ أرتريال ناقص فينس بريشر. تمام، هذه تعتبر طبيعية، وهذه أصلا نلقوا فيها الهايست هايست بلود فلو من ناحية مقارنة بالثلاثة. تمام، فاللي بعدها او اخر حاجه، اخر كونسبت في البلمونري سيركوليشن اللي هي نسموها فيها الهايبوكسيك فازو كونستريكشن. نعرف ان من ناحيه الميتابوليك ريجوليشن للبلد فيسلز، نعرف ان شنو، نعرف ان مثلا لو زاد عندك السي او 2، ولا زاد عندك اللاكتيك اسيد، او زاد عندك البوتاسيوم، او زاد عندك الادينوسين. تمام، هذا شنو يسبب لك؟ يسبب طبعا لو سي او، لو او 2 PO2 partial pressure بتاع الاكسجين، هذا يسبب لك في شنو، هذا يسبب لك في حاجه نسموها فاسو دايليتيشن، بالذات وين؟ في سكيلتال مسل، في الكورونري بلود فيسلز، في السيريبرال بلود فيسلز. لكن في السيستيميكال سيركوليشن ما يصيرش هذا.
تمام، ما يصيرش فاسو دايليتيشن، بالعكس يصير فاسو كونستركشن. ولو بتفكر فيها تقول كيف يصير فاسو كونستركشن، قصدي حاجة غير منطقية هي، لا بالعكس، في البولمونري سيركوليشن الاكسجين از مينلي ريكوايرد من اللنج نفسها. تمام، فانت تخيل عندك اللنج هنا، تمام، وبلد فيسل جايها. تخيل مثلا عندك هنا 10 بلد فيسلز، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام، وكلهم شنو يصير لهم؟ اللي شنو اصلا جاياتك اللي هو حيكون من نفس المصدر، ولا جاياتك من نفس المصدر، وشنو ياخذوا في الاكسجين اللي هو حيكون من اللنج. تمام، تخيل ان واحدة منهم يصير لها شنو، يصير لها هايبوكسيا. شو معناها هايبوكسيا؟ معناها ما لقيتش اكسجين كويس لللنج، ما قدرتش اكسجين، ما لقيتش اكسجين كويس تاخده من اللنج، يعني في مشكلة في الالفيولاي هنا، او في صاير ابستراكشن اللي هو حيكون في صاير ابستراكشن شني في الباسج بتاع اللنج من الجهة هنا، ممكن في صاير في الريسبيراتوري مثلا برونكاي او اللي هو الدكت بتاع الالفيولاي، فهنا غادي صاير في مشكلة، او صاير في الفيولار ديث او امفيزيما. في هلبة حاجات ممكن تصير significant على pulmonary مثلا بارت من اللنج، فهنا ما عادش يقدر ياخذ اكسجين من اللنج لانها مضروبه، فهنا تسكر. صاير له شنو؟ صار له هايبوكسيا. الهايبوكسيا هذه شنو تدير لك؟ يقول لك خلاص بما انها هايبوكسيا ما عادش نبي نخدم، يسكر على روحه، يدير هايبر فاسو كونستركشن، ويخلي ان الدم اللي بدل ما كان يمشي له، لا يمشي للبلد فيسل الثانيه، يفوت هذا خلاص تمت له. تمام، ويمشي هذا شنو، ياخذ الدم اللي مفروض كان ياخذه اللي قبله، ويدير له بلد اوكسجين اكسشينج، ويرفع من جديد للسيستميكال سيركوليشن. فلما يقول لك حد ان الهايبوكسيك فازو كونستريكشن يصير لك وين؟ في اللنج. علاش؟ تو بروتكت البادي فروم هايبوكسيا ان اتسلف، لانه هو مسؤول على الجاس اكسشينج. تمام، وهذه هي تعتبر المين ميكانيزم بتاع شني، بتاع البولمونري سيركوليشن. اللي بعدها ان شاء الله حيكون الكورونري، لا السيريبرال سيركوليشن. تمام. تمام، أول حاجة بنتكلم عليها، مش أول حاجة، ثالث حاجة بنتكلم عليها هي السيريبرال سيركوليشن. شنو هي السيريبرال سيركوليشن؟ راي سيركوليشن في البرين، وأبسط بهلبة من البولمونري سيركوليشن. وتعتبر حتى البولمونري سيركوليشن راه بسيطة، لو بتراجعها تو في دماغك، راجعها معاه بسرعة. البولمونري سيركوليشن عبارة عن شنو؟ سيركوليشن في اللنج، واللنج بيتكون لك من عبارة عن شنو؟ يتكون لك من ارتريز وارتريول كابيلاري فين فينيول، ومعاه شنو؟ معاه اكيد حيكون فيها في واصل معاها الفيلاي، وهي حتكون في لنج بارينكايما. تمام، ثاني حاجة ان تبدا بشنو؟ تبدا ببريشر اللي هو حيكون قليل، اللي هو قداش؟ من 25 ازاستول 9 ازاديستول، فديجريديشن بتاع البريشر بتاعها حيكون قداش؟ يكون اباوت 5 ل 7 في الكابيلاريز، فنلقوه شنو؟ نلقوه اقل من الكابيلاري بريشر بتاع من بتاع سيستميكال سيركوليشن. ثاني حاجه ان اللي هو الكابيلاريز نفسهم نلقوه محاطات بالفيلاي، فان اليوم حيكون دي ار سبجكت اللي هو حيكون للاتموسفيرك بريشر. لو زدنا مثلا عندك الانسبيريشن يولي البريشر بالناقص، هذا يصير له شنو؟ ديستنشن، ويصير لك جاس اكسشينج. لكن مثلا في الاكسبيريشن يصير لك اللي هو حيكون بوزيتيف، ممكن مرات، لكن هو على الاغلب يولي زايد واحد ويولي زيرو. تمام، لما يصير لك اللي هو حيكون اكسبيريشن، اللي هو حيكون عباره عن شنو؟ يصير لك يكون اكثر من الاتموسفيرك، ولما يكون اكثر من الاتموسفيرك ممكن يصير له شنو؟ كولابس. ولما يصير له كولابس اللي هو حيكون ينقص ليو جاس اكسشينج من الكابيلاري هذه. ثاني حاجه ان البلد فلو مثلا خلال الكابيلاريز حيكون يعتمد ميلي، اللي هو حيكون عباره شنو؟ على الهيدروستاتيك بريشر. فنورمالي هو اصلا خلاله كله لو هيدروستاتيك بريشر، لكن اللي هو حيكون اكثر حاجه اقل هيدروستاتيك بريشر حتكون في الايبكس، بعدين تحت، بعدين تحت، اللي هو زون 3 زون 2 زون 1. زون 3 ممكن اللي هو حيكون لو صار لك مثلا هيمرج او اي حاجه نقصت البلد فوليوم، ممكن ما عادش فيه بلد فلو هلبة، لان علاش؟ هو بيرلي اكسيد الالفيلر بريشر. فلو صار لك هيمرج نلقوا الالفيلر بريشر اكثر من الالفيلر بريشر. ثاني حاجه زون 2 نلقوا ان الالفيلر بريشر اقل من الارتيريال بريشر، يعني الارتيريال بريشر اكثر من الالفيلر، لكن الالفيلر اكثر من الفين، فنلقوا ان البلد فلو عباره عن ارتيريال ناقص الفيلر. ثاني حاجه اللي هو حيكون الزون الثالث نورمال بلد فلو، فنلقوا ان البلد فلو عباره عن الفيلر ناقص فينس بلود بريشر. ثاني حاجه ان الفيسل اصلا شنو قسمناهم؟ الفيلر واكسترا الفيلر. الفيلر اللي هم الكابيلاريز تكلمنا عليهم، اكسترا الفيلر اللي تكلمنا عليهم، وطبعا حيكون محطوطين ماشيني عن طريق الديستنشن باللنج بارينكايما. انسبيريشن سكشن ينقص له ريزيستنس يزيد البلود فلو، لو صار له اللي هو حيكون اكسبيريشن كولابس وينقص. ثاني حاجه
اللي هو حيكون الطريقة كيف الطريقة متاعها كيف ينقص اللي هو حيكون الريزيستنس لما يزيد البريشر انه يفتح كابيلاري جديد ويدير ديستنشن للاولد ون. هذا حرفيا، وطبعا الهايبوكسيك فاسو كونستركشن اللي تكلمنا عليه ويعتبر مهم هلبة. تو بنتكلموا على السيريبرو سيركوليشن بعد ما رجعنا البولمونري سيركوليشن. تمام، نتكلموا على السيريبرو سيركوليشن. اول حاجة سيجنيفيكنت عندنا في السيريبرو سيركوليشن زي ما ان البولمونري سيركوليشن عنده الفيلر وعنده ضغط جوي يتحكم بها، لا هنا عندنا شنو؟ عندنا حتى البريشر متاع مني نقولوا ان البريشر اوف البريشر اوف سي اس اف اللي هي سيريبرو سباينال فلويد. خلي درت تجي انا سيريبرو سباينال فلويد، وين القوا هذا السيريبرو سباينال فلويد؟ في السب اركنويد سبيس والفنتريكل. تمام، فرقم واحد نلقوه في السب اركنويد سبيس، ونلقوه في شنو؟ نلقوه في الفنتركلز. شنو هم الفنتركلز؟ نعرف الفنتركلز اللي هم موجوده مثلا واحده في البرين اللي هو حيكون الثيرد فنتركل، والثانيه اللي هو في السيربل في السيريبرو قصدي الثيرد فنتركل والسيربل اللي احنا نلقوه فيها فورث فنتركل، اللي هو اصلا عباره عن شنو؟ قنوات بتوين السنترال كانال. فهذا مش حتى ما فنتركلز، فنتركلز كانها شنو؟ مستنقعات حتى ما فيهم السيريبرو سباينال فلويد. تمام، هذه اول حاجه نبغاها على السيريبرو سيركوليشن. ثاني حاجه بنتكلم عليها وحاجه نعرفوها من زمان حتى هي تعتبر شنو؟ متكرر من الريسبيراتوري ومن النيرف سيستم بتاع السمستر اللي فات. شنو هي؟ هنا يقول لك راهو في الكابيلاريز، هنا تخيل عندنا كابيلاري هنا تو منديرو كي منديرو نشوفوه بالشوية علينا هنا كي كابيلاري. تمام، شنو الحاجه السيجنيفيكانت اللي بتلقاها في كابيلاري في البرين وما تلقاهاش في الكابيلاريات التانيات؟ حاجه نسموها فيها البي بي بي. شنو هي؟ بلاد برين بارير. شنو هو البلاد برين بارير؟ عبارة عن بارير ويديرها تقريبا لو نذكر صح الاستروسايت، اللي هم حيكون الاستروسايت اللي هم مهمتهم يدير لك اللي بلاد برين بارير. والبلاد برين بارير هذا مهمته شني؟ اول حاجة بروتكتيف. تمام، بروتكتيف اللي هو حيكون شني؟ بروتكتيف اني اجينست اني مايكروب. يعني مثلا مايكروب يخش اللي هو حيكون للسيركوليشن بتاع البرين ما يقدرش يخش للسيريبرال كورتكس او التيشيو. علاش؟ اللي هو حيكون فنقوله انه بروتكتيف. تمام، نقولوا ان شني؟ بروتكتيف اجينست الميكروب. لكن عنده عيب. شنو هو العيب؟ انه ما تقدرش تعالج الانفكشن بشكل كويس او شكل سهل، لان حتى الدرجز او اللي هو حيكون الميديكيشن ما يخشش خلال البلود برين بارير، لان حتى هو شني؟ هايلي او تايتلي ريجوليتد. ثاني حاجه بنتكلم عليها على السيريبرال سيركوليشن مهمه وتكلمنا عليها حتى هي من زمان، انه مينلي ديبند اون دي ميتابوليك ريجوليشن. ميتابوليكلي ريجوليتد. دقيقة بس، ميتابوليكلي ريجوليتد، ميتابوليكلي ريجوليتد. تمام، شو معنى ميتابوليكلي ريجوليتد؟ زاد الاكسجين اللهم زد وبارك، نقص لي الفاسو نقص لي اللي هو حيكون الكونستركشن شويه امور طيبه. لكن لكن لو نقص مثلا عندك اللي هو حيكون الاكسجين مثلا وزاد السي او 2 باي وزاد مثلا عندك الميتابولايت واحد، لا زود لي البلد فلو، نبي بلد فلو اكثر. تمام، فهذه هي اللي هو حيكون الميكانيزم. تمام، فلو زاد مثلا عندك اللي هو السي او 2 تقريبا، انا قلبتها خلينا نكتبها هنا باش ممكن تخبطنا في الكلام، زيادة في CO2 شنو يصير لك؟ زيادة في CO2 يصير لك اللي هو حيكون فازو دايلاتيشن، يزيد لك البلد فلو، بس شنو يولي؟ يولي اللي هو حيكون الاكسجين يولي باك تو نورمال، بي او 2 باك تو نورمال. تمام، لكن لو زاد الاو 2 نديرو فازو كونستركشن باش نقصو شنو؟ نقصو اللي هو حيكون نقصو البلد فلو. تمام، واللي السي او 2 التركيز بتاعه يولي للطبيعي. تمام، فهذا نبوه اللي هو حيكون من ناحيه الريجوليشن. نعرف انه ميتابوليكلي ريجوليتد. شو معناه ميتابوليكلي ريجوليتد؟ عن طريق الميتابوليزم، لو زاد الاكسجين نقصه عن طريق الكونستريكشن، لو زاد السي او 2 نزيدوا البلد فلو باش نديروا الجاس اكسشينج عن طريق اللي هو حيكون الفاسو دايليتيشن. ثاني حاجه نعرفوا ان تكلمنا زمان على الريفلكسز، مش تكلمنا ان كيف نديروا ريجوليشن للبلد بريشر بتاعنا عن طريق الشورت والانترميديت لونج تيرم ريفلكسز. وتكلمنا ان الشورت ريفلكسز اللي هم ثلاثه، بارو كيمو
وسيريبرال اسكيميك ريفلكس. نعرف ان السيريبرال اسكيميك ريفلكس وتكلمنا عليه هلبه امتى يصير؟ يصير لما ينقص، لما البلد بريشر ينقص هلبه تحت ال 50، او لما يزيد السيريبرال سبينال فلويد بريشر، ولا هذا كان يسموه فيه اللي هو حيكون الكوشن ريفلكس. على العموم هنا ان الريفلكس نتاع السيريبرال ما يخدمش طبيعيا زي ما قلنا، اتس نوت ا نورمال ريفلكس، لا يخدم في شنو؟ يخدم في الاكست اللي هو حيكون في الاكستريميتي. يعني انت تخيل لما ينقص البريشر نتاعك اقل من 50، 50 مثلا يولي 40 او اقل وغيره، هنا وين يخدم اللي هو نسموه فيه سيريبرال اسكيميك ريفلكس. تمام، فشنو هم الحاجات اللي ممكن يصيروا في شنو؟ في الليمت اتنين، يعني لو نقص البريشر هلبه ولا زاد البريشر هلبه. لو نقص البريشر هلبه وصل لل 50، هنا يخش لك في حاجه نسموها فاشني سي ان اس اسكيميا باي، وهنا نعالجوها بالريفلكس. لكن لو وصل حتى 160 او 150 هنا نعالجوها بشني، او هنا اصلا شنو الايفكت اللي يصير؟ يصير حاجه نسموها انكريس الكابيلاري بيرميابيليتي، بيرميابيليتي. تمام، خليني اكتب تك بيرميابيليتي، بيرم يا بلي دي. تمام، بيرميابيليتي نلقاها تزيد، فنلقى يسبب لك في شنو؟ سيريبرال اوديما، سيريبرال اوديما. تمام، فهذه اللي هي نتكلموا عليها، هذه هي عباره عن شنو؟ ان لو صار لك ديكريس في البريشر تخش في اسكيميا، لو زاد البريشر اللي هو حيكون تخش في شنو؟ تخش في اوديما. فهذا هو تعتبر شنو؟ طبعا تايتلي ريجوليتد اللي هو حيكون بالبارو ريسبتر الموجود في الارترز نتاع اللي هو حيكون البرين، بارو ريسبتر الموجودات في البرين. هذا هو 10 دقائق سيريبرال ريفلكس، والله ما يحتاج مراجعة بسيطة جدا اللي أصلا نعرفه من زمان. تمام، خل ندير الكورونري سيركوليشن، نعتبر آخر سيركوليشن لليوم. تمام، تو نتكلموا على آخر سيركوليشن على خير بإذن الله، اللي هي حتكون الكورونري سيركوليشن. تمام، الكورونري سيركوليشن هي السيركوليشن متاع البلود فيسلز اللي هما شني؟ اللي يغدوا لك القلب، مش يطلعوا من القلب، يغدوا لك القلب. تمام، اول حاجه نباها، تمام، لو رسمنا هنا الاورطه، تمام، لو رسمنا هنا الاورطه، علاش نرسمه في بالاسود؟ لو رسمنا هنا الاورطه نعرف انه يطلع منا بلود فيسل اللي هو شني؟ مثلا الرايت كورونري ارتري. تمام، الرايت كورونري ارتري، ويطلع منا حتى اللفت. تمام، فلما نتكلم مثلا هذا اللي هو الليفت. تمام، فاول حاجه بنتكلم عليها، بنتكلم على ان الكورونري سيركوليشن يتقسم لك من شنو؟ تتقسم لك اللي هو حيكون لي لارج ارتري، تتقسم لك لي شنو؟ تتقسم لك اول حاجه اللي هو حيكون لي لارج ارتري والبرانشز نتاعها اللي هم سمول ارتري ارتريول كابيلاري طبعا والفينيولز. تمام، والفينيولز. فاول حاجه بنسموها اللي نسمو فاليا لارج ارتري، وتو نعرف علاش نقسمه في مكي لارج ارتري، وعندك هنا سمول وارتريول. ارتريول ومعاه فينيول وكابيلري. تمام، القصة في شنو؟ انت تخيل معاي تو انت بلود فيسل، تمام، انت بلود فيسل، نقولوا ان هذا اللي هو حيكون اللارج ارتري، ما يبانش والله، ما يبان، توقعت ان ندير بلون ثاني يبان، فهيك يبان، هيك يبان شوي، لكن لا. تخيل معي ان هذا 100 100، تمام، تخيل معي ان هذا اللي هو اللارج ارتري. تمام، نعرف ان اللارج ارتري شن بيصير؟ ان هذا تو نتكلم عليه، هذا شنو؟ هذا نشبحه فيه، هذا الاكسترنال سيرفيس نتاع الهارت، وهذا الانترنال سيرفيس نتاع الهارت. تمام، نقولوا مثلا ان التشامبر هذه خلينا نبطنها من الداخل شويه هيك باش تبان على الاقل، ولا علاش هذا كله؟ دقيقة، تمام، تخيل ان هذا شنو؟ هذا الوول من الداخل نتاع الهارت. تمام، وهذا شنو؟ هذا الوول الخارجي.
توا لما نتكلموا على اللارج ارتري، شوف كيف شم دايرين تمام، شم دايرين مغدين اللي هو حيكون الاكسترنال سيرفيس نتاع الهارت. تمام، هذا من اللارج ارتري. اللارج ارتري معناها شنو نسموه فيه خير من اللارج ارتري؟ اللارج ارتري هذه رقم واحد. اللارج ارتري اول حاجه شنو يديروا لك اللارج ارتري؟ انهم يكونوا اون ذا اكسترنال سيرفيس. اوف هارت. تمام، هذه رقم واحد، موجودات على الاكسترنال سيرفيس نتاع الهارت. البنتريشن نتاعها وين تشبحها؟ شنو هما البنتريشن نتاع السمول ارتري والارتريول؟ وهنا تشبح، هنا تلقى السمول ارتري، هنا مثلا عندك ارتريول باهي، وهنا تشبح اللي هو حيكون الفينيول. هذا مش تشبحهم هادي، وطبعا تلقاها هلبة هيك، تلقاها مثلا هيك. تمام، هذا مشيني تلقاهم، هذا بنسمو فيه مشيني، هذا من السمول. تمام، هذا بنسمو فيهم السمول. طبعا وين تلقاهم؟ الداخل. فالتقسيم متاعهم نسمو فيها كالاتي، نسمو فيها هذه انترا مايوكارديال، انسايد المايوكارديوم، انترا مايوكارديوم يعني في العضلة نفسها، تلقاها راه في خلال داخل العضلة. يعني عضلة الفنتركل هذه لو تطيحها او ان تقصها تلقاها شنو؟ تلقى فيها الفيسلز هادم السمول، لكن برا تلقى فيها اللارج هادم. طبعا هذا شنو نسموه فيه؟ هذا اكسترا ميريكارديوم مايوكارديوم، اكسترا مايوكارديوم. بعلاش هذا يهمني وعلاش نشرح فيها ان شنو هادم اكسترا وانترا؟ علاش؟ لان تو بنتكلموا على حاجه تانية. تو لما تكلمنا على البولمونري سيركوليشن قلنا ياثر لك راهو الفيلر بريشر على البلد فيسل، ولما تكلمنا على السيريبرا سيركوليشن قلنا السيريبرا سباين فلويد حتى هو راه ياثر على البريشر نتاع البلد فيسل. تو شنو بنتكلموا على الضغط نتاع الفنتريكل نفسه. تمام، بنتكلموا على الضغط نتاع الفنتريكل نفسه. دقيقة، زي ما قلت ان في حاجة اسمها انترا مايوكارديال وفي حاجة اسمها اكسترا مايوكارديال. تمام، انترا مايوكارديال واكسترا مايوكارديال. شو معنى انترا مايوكارديال واكسترا مايوكارديال؟ معناها ان في قوة تأثر عليهم، هي قوة المايوكارديال كونتراكشن. فانت تخيل، تمام، لو تخيل مثلا هذه هي المايوكارديال مصل نفسها. تمام، هذه احسن من هذه كلها. تمام، لو تخيلنا ان مثلا هذا اللارج ارتري، تمام، خش هنا اللارج ارتري شنو؟ المايوكارديوم باي، وهنا سمولر. تمام، هنا سمولر فيسلز. تمام، هذه شنو؟ هذه سمولر فيسلز. لما يصير في كونتراكشن اما واحده منهم متاثر، هل اللارج ارتري ولا سمول ارتري ولا ارتري ولا الفينيول الكابيلاري؟ اكيد هادم. فلما نقولوا ان في الفنتريكولر كونتراكشن، تمام، هذا اللي نبي نوصل لنا، ان عندي فنتريكولر كونتراكشن، ان فنتريكولر كونتراكشن او المايوكارديال كونتراكشن، ان شنو يصير فيه؟ ان يصير لهم كولابسنج، فنلقوا ان الراديوس نتاعهم يقل، الريزيستنس نتاعهم تزيد. باهي، هذه شنو؟ هذه طبعا البلد فيسل راه يوصلوا البلد للفنتريكل للمسلز نتاعاتنا. باه، معناها شنو يقول لك هذا؟ طبعا احنا عندنا الهارت فيها دايستول، نسموه فيه سيستول ودايستول. طبعا السيستول مرحله الكونتراكشن والدايستول مرحله الريلاكسيشن. فموست اوف دي بلاد سبلاي اوف دي هارت وين نلقاها؟ في الدايستول. علاش؟ لان اللي هو حيكون ان الكورونري او الكارديومايوسايت خيره مرتاحه، جوها كويس، ما فيش اللي هو حيكون حاجه تفك عليها. لكن في السيستول تلقاها حرفيا كونتراكتد والديامتر متاعها صغير ومدايره شني كولابسنج للبلد فيسل فيها. فنقولوا ان most of the blood supply حتكون شني؟ اللي هو حيكون during the diastol. تمام، هذه هي اللي نبوها
هذه اللي نتكلم عليها، هذا باش قسمناهم لإكسترا مايوكارديال وإنترا مايوكارديال، وقلنا في برانشز يخصوا الداخل، هم هم طبعا يتأثروا بالفورس اوف كونتراكشن بتاع الفنتركلز، هذا باش يصير لهم كولابس وغيره. تمام، هذا مشيني، هذا من اليوم حيكون اللي هو لارج ارتريز طبعا هنا، حتى شني اكيد اللارج فينز معاهم. تمام، لارج فينز طبعا اناتومي بسيطه، ان اللارج فينز اليوم حيكون هنا شني في الاخير راو امتي لساينس، حاجه نسموها كورونري ساينس اللي بتخش في الرايت اتريوم. هذا مفروض حتى ما نتكلمش عليه لان اناتومي اكثر من فيسيولوجي، لكن كاتبينه تقريبا في شيت الكليه فضروري تمر عليه. تمام، هذه الحاجات، اول حاجه مهمه لازم تعرفها من ناحيه الكاركترستكس اللي هو الكورونري سيركيوليشن. تمام، ثاني حاجه للريجوليشن بتاع الكورونري سيركيوليشن، شنو هي الريجوليشن بتاع الكورونري سيركيوليشن؟ قبل ما نتكلم على الريجوليشن بتاع الكورونري سيركيوليشن خلينا نكتبها كباراجراف هنا شويه، ان هنا مثلا يصير في فنتريكولار كونتراكشن اللي هي نفسها السيستول، يصير فيه كولابس ينقص البلد فلو في الفنتريكولار دايستول او الفنتريكولر ريلاكسيشن اللي هي الدايستول، ديستنشن للبلد فيسلز اللي داخل الانتراميوكارديال يزيد البلد فلو. تمام خلاص، وتو الريجوليشن بتاع الكورونري فلو زيها زي السيريبرال فلو حرفيا بالميتابوليك، ما قلنا الكورونري سيريبرال بالميتابوليك، زاد لك السي او 2، زاد لك الهيدروجين، زاد لك البوتاسيوم، زاد لك نقص لك الاكسجين، هذا وين تدير دايليتيشن. تمام، علاش؟ لانه زاد لك الورك تقريبا، به نكتبوها مش مشكله، ميتابوليك يزيد السي او 2 حرفيا. ادي مفروض ما فيش حد يغلط فيها لان كل مره تتعود، كل مره تتعود ينقص الاو 2 يزيد اللاكتيك اسيد، يزيد البوتاسيوم، ويزيد هلبة هلبة، يزيد مثلا الادينوسين. على المهم شنو يصير فيه هنا؟ دايليتيشن، دايليتيشن خليني اكتب تكي دايليتيشن. تمام، دايليشن او دايليشن، داي دايليشن. تمام، هذه من ناحيه اللي هو الميتابوليك كنترول او الكورونري سيركيوليشن، حتى هي سهله وبسيطه. تمام، تو نخش على حاجه نسموها فيها الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعها. طبعا بنتكلم على حاجات توكي على الهامش، لان بعدين بنخش في حاجه اسمها الشك والهارد فيلر، وهذه اهم واحسن واسهل حاجات ممكن تشبحها. اول حاجه بنتكلم عليها هنا بسيطه هي هايبوكسيا. هايبوكسيا شنو هي الهايبوكسيا؟ نقص في الاكسجين. بكيف يكون ممكن نقص الاكسجين؟ ممكن اللي هو عن طريق شنو كولابس اللي هو حيكون للفيسلز. تمام، فالهايبوكسيا شو معناها؟ تعريفها اللي هو ديكريس الاكسجين اللي هو حيكون للكارديك تيشيو. هنا هايبوكسيا معنى عام، لكن لما يقول لك مثلا كورونري هايبوكسيا اللي هي او كارديال مايوكارديال هايبوكسيا معناها شنو؟ ان انادوكيت اللي هو اكسجين سبلاي للتيشيو بتاعها. وطبعا لما يصير لك انادوكيت اللي هو اكسجين سبلاي اكيد بتخش في نيكروزس، ولما تخش في نيكروزس اللي تموت المايوكارديوسايت، بعدها يصير لها شنو؟ تستبدل بفايبرز اللي هو حيكون نسموها فايبريليشن، باي نسموها فيها سكارز كان نذكروا فيها في السكلت المصل السمستر اللي فات. بعدين تخش في شنو؟ تخش في لوس اوف فانكشن. تمام، لوس اوف فانكشن هذه اللي هو حيكون عباره عن شنو؟ هذه اللي هو من ناحيه الهايبوكسيا. تمام، وتخش حتى في شنو؟ تحس بحاجه في الهايبوكسيا خلاص لما تخشيت في فايبريليشن ونيكروزس. تمام، هذه نسموها فالي، وحيكون تخش حتى في انفاركشن. شنو تحس هنا؟ تحس حاجه نسموها شنو بالهايبوكسيا؟ حاجه نسموها انجينا. تمام، لكن مش انجينا، مش اي انجينا، في ما في انجينا تصير لك من ليفت فنتريكولر فيرلر، علاش؟ على خطر اللي زاد البولمونري بلود، بعدها يزيد اللي هو بولمونري سيركيوليتري بلود بريشر، غادي تصير لك انجينا بس للذبحه الصدريه. هذيك هي بروحها نتكلم عليها في الهارت فيرلر، لكن هنا نسموها شنو؟ نسموها انجينا بيكتوريس، انجينا بيكتوريس. تمام، وطبعا هذا اللي هو حيكون عنده ريفيرد بين. تمام، وين الريفيرد بين بتاعها؟ حيكون الليفت شولدر، ليفت شولدر
من غير الليفت شولدر حتى اللي هو الارم. تمام، فهذه الهايبوكسيا نقص الاكسجين، بما ان نقص في الاكسجين اللي هو نيكروزس، نيكروزس تموت تولي بعد فايبريليشن لوس اوف فانكشن، تحس بذبحه صدريه نسموها اللي حيكون انجينا بيكتوريس. تمام، شنو هي ممكن واحد من اسباب الهايبوكسيا؟ نقص في البلود سبلاي، ولا شنو هي نقص البلود سبلاي نسموه فيه اسكيميا. ما مش بكر تكلمنا على سيريبرال اسكيميك ريفلكس، معنى اسكيميا معنى نقص البلد سبلاي، نيكروزس معنى موت الخليه، هايبوكسيا نقص الاكسجين، فايبريليشن معنى استبدال السيل بفايبر ما عادش تخدم بكل. تمام، فهذه هي. فلما يقول لك حتى ان الانفاركتد نفس الشيء اللي وهذا هو نسمو فيه حيكون الانفاركشن عباره عن شنو؟ مثلا الانفاركشن عندك اوكلوجن، تمام اوكلوجن في ارتري، هذا هو الانفاركشن عباره عن شنو؟ نفس الشيء انفاركشن، انفاركشن خلينا نتكلم عليه بشكل بسيط. لما يقول لك اوكلوجن في الكورونري ارتري شو معناها؟ معناها اسكيميا. لما يقول لك اللي هو حيكون يسبب لك شنو؟ يسبب لك هايبوكسيا، الهايبوكسيا يسبب لك فايبريليشن، تخش لك في شنو؟ تخش لك اللي هو حيكون في انفاركشن. والانفاركشن زي ما قلنا عباره عن شنو؟ كوز بتاعها اللي هو حيكون شنو؟ اسكيميا ونيكروزس. ثاني حاجه ان اللي هو حيكون عباره عن شنو؟ لوس اوف فانكشن. فممكن ممكن ان اللي هو حيكون الانفاركشن اللي هو او نقوله الاوكلوجن، تمام زي ما قلنا ان اللي هو الانفاركشن خير سببه اوكلوجن اللي هو اسكيميا او اوكلوجن في الكورنري ارتري. تمام، اوكلوجن اوف كورنري ارتري. تمام، كورنري ارتري في زوز انواع من الاوكلوجن، في واحد نسموه فيه اكيوت، طول يصير لك اكيوت مايوكارديال انفاركشن. كيف يصير هذا؟ كيف يصير؟ ممكن حد عنده نسموه فيها امبولي، امبوليزم. امبوليزم عباره عن شيء موفبل كلوت، ولا مثلا واحد صاير له موفبل كلوت اللي هو حيكون مثلا حد مثلا كسرت رجله، مثلا شباني كسرت رجله. ونعرف ان اللي هو حيكون الليمبس بالذات البون مع كبر العمر يستبدلوا البون مارو بفاتو تيشيو، تكسر البون مارو بتاعه، تكسر البون بتاعه، البون مارو اكسبوز للبلد فيسل، شنو صار فيه؟ فات مشى في البلد فيسل، صار له سيركوليشن، الليبيد دربلت، هذا ما يعتبره شيء كانه اللي هو امبولي. شو معنى امبوليزم؟ معناه موفبل ترمبس، يعني كان شني تجلطات اللي هو حيكون تتحرك. كان وصلت في الكورنري فلو سبب لك اكيوت اللي هو طول حاد وطول، يصير اكيوت اوكلودنس. طبعا هذا مثال، يعني في هلبة حشرات ممكن تصير غيرها. اكيوت اوكلودنس، تمام اكيوت اوكلودنس. ولما يصير لك اكيوت اوكلودنس خلاص تمت لك طول، ما فيش فرصه ان جسم يعوض روحه، فنلقى شيء نلقى طول يخش لك في نيكروزس، بعدين يخش لك في انفاركشن وتمت. لكن في حاجه اسمها بروجريسيف، تمام بروجريسيف اوكلوجن. تمام، انت تخيل معي ان هذه ارتري، تمام هذه ارتري، والارتري هذه تمام طبعا مثلا هنا فيها كابيلاريز، بعدين ترفع اللي هو حيكون لي ارتري ثاني، والارتري ثاني اللي هو شنو؟ هذا اللي هو يغذي في جزء معين من الهارت. تمام، تخيل مثلا صار اوكلوجن هنا، او صار اوكلوجن هنا، او صار اوكلوجن هنا، وبروجريسيف بشوي على هنا، شنو يصير؟ ان الاوكلودد بلود فيسلز هذه تبعت في اشارات، تبعت لاشارات هذه للبلود فيسل اللي قبلها تقول لك رد دير لي ممر ثاني، ما عادش نقدر انا. والممر الثاني شنو يصير؟ يصير كعبارة عشان يسمو فيه، يسبب لك اللي هو حيكون عبارة عشان فيه ممرات جديدة، وبعدين ممكن حتى يولي للطبيعي. فهذا progressive، ممكن بالدايز ويكس، وممكن اللي هو حيكون longer mechanism. فهذه آخر حاجة بنتكلم عليها من ناحية اللي هو حيكون regulation. تو بنشوف شيء الكلية، تمام تو بنشوفها مراجعة بشكل عام. cutaneous skin circulation طبعا اللي هو حيكون ريجوليتد باي نيورال كنترول، زي ما قلنا اللوكال كنترول عنده شنو؟ اللي هو ماينر رول. تمام، ثاني حاجه ان المين فانكشن بتاع الكوتينيوس سيركيليشن مينتين كونستنت اكيد بودي تمبريتشر، فكونسيكونس للهيومن سكن شنو عندنا؟ هاي فاسكولار سبلاي اللي هو حيكون ارتريول كابيلاري وفين. نلقوا ان البروكسيميتي اللي هو حيكون شنو؟ فين الاوز لي رابيد شنو؟ ترانسفير اوف هيت الكوتينيوس سيركيليشن عن طريق بريزنس ارتريو فينس انستموز او شنت. الامبورتنت بتاعها باي باس الكابيلاري دايركت كونكت اللي هو شنو؟ بيسبب لك بين الارتري الفينيول او الارتري او الارتريول او الفين. تمام، ديس اللي هو حيكون عباره شنو؟ ميك ات بوسيبل طبعا ترانسفير الهيت رابيدلي. تمام، وعندك اللي هو حيكون شنو؟ يسبب لك هيت لوس. ثاني حاجه فينجرز توز ايرز نوز بالمز اوف هاند وسول اوف فوت او فيت.
تمام، زي ما قلنا عند اليو حيكون ثيك ماسكلر وول لانه هايلي انرفيتد. ثاني حاجه اندر نيورال كنترول، قديش مره يعود فيها، هاير برين سنتر اللي هو هايبوثالاموس، اللي هو حيكون الثيرمو ريسبتر سنتر، والثيرمو ريسبتر والافرنت والسنتر والايفرنت وحتى في السي في سي يخش فيها. ثاني حاجه نقول لايك كوتينيوس اللي حيكون الارتري ارتريول الفينيول والفينس الخير الارتريول انستموزس ار سبلايد باي سمباتيتك اللي قلنا نيرف فايبر. ثاني حاجه اللي هو حيكون الفانكشن بتاع السكن اللي هو حيكون سيركوليتنج طبعا بالتمبريتشر كنترول. طبعا دي موست امبورتنت رول السكن، مهم انت شنو مينتين الكوريكت بودي تمبريتشر، قديش مره يعاود فيها هذه. ثاني حاجه تشينج التمبريتشر اللي هو حيكون اول حاجه خلى شويه باي سكن ثيرمو ريسبتر، والسكن ثيرمو ريسبتر يمشي للسنتر اللي هو ثيرمو ريسبتر اللي هو في الهايبوثالاموس، بعدين يمشي اللي هو حيكون ريفلكس طبعا ماشي شنو ريجوليت اللي هو حيكون في الهايبوثالاموس، ويمشي شنو يمشي اللي هو حيكون انكريس اور ديكريس الاكتيفيتي بتاع السمباتيتك فاسو كونستريكتور اللي هو حيكون عباره شنو مي كوز فاسو كونستريكشن وفاسو دايليتيشن طبعا هذا وين في السي في سي. نمشي للي بعده اللي هو حيكون عبارة عن شنو؟ على انكريس اللي هو حيكون في البادي تمبريتشر، زي ما قلنا لما يزيد في البادي تمبريتشر اكيد بدير انهبيشن للسمباتيتك ودير فازو دايليتيشن، دايليتيشن في الارتري بتزيد الفلو، دايليتيشن في الفين بتزيد الهيت ريجوليشن، وطب تفتح اللي هو حيكون الانستموز اللي هو شنط باش تدير اللي هو حيكون هيت ريجوليشن. ثاني حاجة في اريا في سيرفاس سويتنج، وقلنا تبعت لك في شنو؟ انزيم اللي هو حيكون البريديكاينين، تمام برودوس البريديكاينين اللي هي بوتن فازو دايليتيتر، تمام اللي هو حيكون بريديكاينين نلقوه عبارة عن شنو؟ اكتس اللي هو حيكون لوكلي طبعا اللي حيكون الدايليت الارتريول انكريس اللي حيكون البلد فلو. ثاني حاجه ديكريس ان تمبريتشر زي ما قلنا اللي هو حيكون ستيميليشن للسمباتيتك طبعا جنرالايز ليوفازو كونستركشن. ثاني حاجه اللوكال تشينج، واللوكال تشينج قلنا في واحد نون كوتينيوس باي ذا ثيرمال والثاني ممكن عن طريق الريفلكس. اللوكال وورمنج مثلا برودوس الفازو دايليتيشن، واللوكال كولينج برودوس فازو كونستركشن. فاول حاجه الدايركت تمبريتشر اللي هو حيكون عباره عن اندبندنت بتاع النيرف نون نيوروجينيك، السباينال ريفلكس اللي هو حيكون عن طريق الثيرمال ريسبتور اللي هو حيكون النيرف سبلاي. تمام قال لك اللي هو حيكون walking or working in cold environment cause the face to become rosy. شو معنى rosy؟ كأن الروز، كأن لون الروز يعني يولي red. تمام طبعا اللي هو حيكون حتى النوز والإيرز. This rosy color is due to شنو اللي هو vasodilatation non-neurogenic، يعتبر لك شنو protective mechanism بالضبط اللي هو which is اللي هو حيكون عبارة شنو by very low temperature. This mechanism تعتبر لك protective not known الفانكشن كيف تصير، لكن الفانكشن بتاعها شنو protective mechanism. مثلا تو نسيت المثال نسيت انه حطينا هنا نتكلم على تو، تخيل انت حطيت يدك في مية مثلجة، في البداية تحس روحك شنو كأنه تنمل يدك، كأنه في شنو كأنه في ألم. الألم هذا main اللي هو caused by شنو by initial vasoconstriction، لكن بعد بشوية تبدأ تولي للطبيعي. ليش؟ لان اللي هو الميكانيزم بتاع الجسم تخش في حاجه اللي هي بروتكتيف، والبروتكتيف هذه تدير فازو دايليتيشن ويولي يرد من جديد. طبعا ان شاء الله حد منا يعرف الطريقه باذن الله، ما فيش حاجه تعتبر صعب انك تفهمها لو في صار في بحث اكثر على الموضوع. فلما يقول لك وين هاند اللي هو حيكون زي مرج اللي هو حيكون ان ووتر فا 0 سلسيوس، يسبب لك في فازو كونستركشن اللي هو حيكون سيفير بين، وخلاص الكونستركشن هذا اللي هو حيكون فولد باي دايليتيشن. تمام اللي هو حيكون ريدنج اوف ذا هاند، واللي هو حيكون اند elevation of pain يعني ينقص البين. تو البولمونري سيركيوليشن، وهذه تعتبر اطول واحدة منهم لان لاهميتها اكيد. اول حاجه البريشر بتاع السيركيوليشن زي ما قلنا اللي هو 5 ل 7، ودن اللي هو بولمونري كابيلاري اللي هو 5 ل 7. تمام ان اديشن اللي هو حيكون البريشر ودن البولمونري كابيلاريز اللي هو حيكون عباره عن فيريس كونسيدربلي اللي هو ثروات الهيدروستاتيك افكت، وتكلمنا عليها هي. لكن انا ما تكلمتش على الافكت بتاع الكابيلاري بريشر نفسه. فانت تخيل عندك كابيلاري هنا، كابيلاري هنا، وكابيلاري هنا. طبعا هذا الليست هيدروستاتيك بريشر، وهذا المد، وهذا اللي هو حيكون عباره عن شنو الهايست هيدروستاتيك بريشر. فتلقى اكيد هنا الضغط اكثر من هنا، وممكن هذا يوصل حتى بالسالب وهذا مودريت. فهذا ممكن تلقاه 5 ل 7، هذا ممكن تلقاه 16، وهذا ممكن تلقاه حتى بالزيرو. طبعا هذه في شنو هذه اللي هو حيكون نقولوا ان هذه لانج. تمام ثاني حاجه نلقوا اللي هو بيكوز اللو بالمنري هيدروستاتيك اللي هو بريشر، قلنا الاونري ابزوربشن اللي هو حيكون من الكور اللي حيكون في الريجن. ثاني حاجه انه البلمنري اللي هو حيكون كابيلري. ثاني حاجه دس اللي هو كيبل الفلاي درايف تكلمنا عليها. ثاني حاجه ان البلمنري كابيلريز اللي هو حيكون ار يونيك، علاش؟ سراوندد باي جاس اللي هو حيكون جاس اللي هو شنو الجاس، علاش؟ اللي هو الفلاي، سينس ذا كابيلريز اللي هو وول اوف الفلاي ذير فور ذي ار سبجكتد اللي هو حيكون ديستنشن اور كولابس على شنو البريشر بتاع الالفلاي اللي هو نسموه فيه الجاس البريشر. البيهافير بتاع الكابيلريز اللي هو حيكون اند لارج بلاد فيسلز اللي هو حيكون اللي هو ديفرنت ذات دي اوفتن اللي هو حيكون ريفيرد الفيلر اللي هو كابيلري، وبعد اكسترا الفيلر اللي هو حيكون
والارتيريولز والارتري فينو فينيولز. اول حاجه اللي هو حيكون الكابيلاريز، سنس الكابيلاريز اللي هم حيكون الالفيلار بريشر اللي هم حيكون اكسبوزد للكاليبر الدايمتر نتاعهم على حسب تمام ريليشن شيب بين الالفيلار بريشر. فلما يزيد الالفيلار بريشر يعتبر لك او اتموسفيريك خلاص اللي هو حيكون يوجولي، لذلك لو رايز اللي هو حيكون البريشر انسايد هنا شنو يصير لك كولابس. لو نقص تمام اللونج فوليوم تزيد عن طريق الانسبيريشن تمام والالفيولاي ينقص البريشر نتاعها، هنا نلقوا ان الكابيلاريز اللي هو خيره الكاليبر نتاعهم ينقص تمام الريزيستنس اللي هي تنقص والدايمتر نتاعهم يزيد ويصير لهم شين ستريتش. تمام نمشوا للي بعده اللي هو الاكسترا الفيلر اللي زي ما تكلمنا ارتي ارتريول فينو فينيول. تمام طبعا الكاليبر نتاعهم هذا عن طريق اللونج برينكايما اللي هو باللونج فوليوم اللي نسموه فيه اللي هو حيكون انتراثوراسيك بريشر. تمام اللي هو حيكون عباره عشان لو صار لك اكسبانشن يصير اللي هو حيكون دي ار بولد والراديال تراكشن يزيد. ثاني حاجه الكاليبر طبعا اللي هو حيكون الريزيستنس نتاعهم اللي هو حيكون يزيد والريزيستنس الكاليبر يزيد والريزيستنس اللي هو شنو ينقص. ثاني حاجه ان اللونج فوليوم نلقوا ان الكاليبر نتاعهم اللي هو حيكون عباره عشان ينقص والريزيستنس يزيد. علاش؟ لان اللونج فوليوم شنو صار في ديكريس الانتراثوراسيك بريشر زي ما تكلم. فلما تدير انسبيريشن اللنج بارينكايما يصير له ديستنشن فيسحب معاه سمول ارتري والارتريول والفين والفينيول والسمول فين. هذا شنو يصير له ديستنشن ويصير له شنو ديكريس ريزيستنس ويزيد الكاليبر ويزيد الفلو. لكن لو درت اللي هو اكسبيريشن هذا اللنج بارينكايما يصير له شرينكج ويدير له كولابسنج وينقص البلد فلو منه. ثاني حاجه نلقوا انه طبعا السيستميك اللي هو حيكون الفلو بتاع الكاردييك اوتبوت اللي هو حيكون المين ارتيريال بلد بريشر زي ما قلنا اللي هو المين ارتيريال بلد بريشر خيره قال لك 8 مرات اكثر من المين بولمونري بريشر. طبعا المين ارتيريال بلد بريشر اللي هو 93 او 94.3 والمين ارتيريال بلد بريشر اللي هو قداش 14. تمام لدي بولمونري زي ما قلنا اللي هو حيكون الريزيستنس. وكان نسيت كيف تحسبها هذه نذكرك ان سيستوليك باي زايد ثلث لا وين سيستوليك دايستوليك سيستوليك ناقص دايستوليك. تمام ثاني حاجه زي ما تكلمنا عليها قلنا اللي هو حيكون خلاص اللي هو حيكون 8 تايم وتكلمنا عليها من ناحيه اللي هو بما ان كان المين ارتيريال بلد بريشر راهو اكثر من المين بولمونري بلد بريشر ب 8 مرات فان الريزيستنس نتاع المين بولمونري بريشر اقل ب 8 مرات باش يعادل الكارديك اوتبوت من الجهتين. تمام لان نعرف احنا مثلا لو حسبنا مش قلنا مين ارتيريال بلد بريشر يساوي الكارديك اوتبوت ضرب الريزيستنس ولا فبما ان الكاردييك اوتبوت يساوي المين ارتيريال او مين هذا نسموه في مين ارتيريال بلد بريشر او مين بولمونري بريشر تمام اللي هو حيكون على شنو على الريزيستنس فكان زدت هذه تمام حتزيد هذه باش تعدل ولا وكان نقصت هذه حتنقص هذه باش تعدل. يعني انت كان عندك هنا مثلا هذه 93 اكيد الريزيستنس نتاعك حتكون عاليه هلبه باش تخلي الكارديك اوتبوت يكون زي ما نتاع شني نتاع شويه اللي هو حيكون 14 اللي هو قداش الريزيستنس نتاعها تقريبا نسيتها لكن هنا بدنا نعرف انه قداش تقريبا 1.2. على المهم معناها لما يكون البريشر في المين ارتيريال بلد بريشر ب 8 مرات فنلقوا ان الريزيستنس نتاع البولمونري نلقاها اقل ب 8 مرات. ها قال لك هنا ان المين ارتيريال بلد بريشر از 8 تايمز اوف داتا فور بولمونري بريشر ذات البولمونري ريزيستنس از اونلي 1/8 اوف ذا سيستميك اللي هو حيكون ريزيستنس. ثاني حاجه ان انكريس اللي حيكون بولمونري اور ارتيريال اللي هو حيكون عباره شنو بريشر ديكريس ريزيستنس. وكيف هذه تصير بالريكروتمنت وبالديستنشن اوبننج اوف بريفيسلي كلوزد كابيلاريز اندر نورمال كونديشن سام كابيلاريز اللي مايت بي كلوزد زي ما قلنا. تمام ديش اللي حيكون كابيلاريز بيكمز اللي حيكون بالبريشر تزيد تفتح ويدير شنو تبدا تدير في كوندكشن البلد والديستنشن. وين مشيت انا والديستنشن زي ما قلنا اللي هو حيكون عباره شنو يزيد البريشر شنو يسبب لك هنا الكاليبر نتاع الكاليبر نتاع الكابيلاريز يزيد ويصير لك شنو ديستنشن. ثاني حاجه الهيفي اكسرسايز طبعا الكارديك اوتبوت اللي هو حيكون يزيد طبعا اللي هو البلمونري بريشر حتى هو شنو يسبب لك اللي هو حيكون ليتل تشينج لكن اللي يسبب لك في انكريسنج. تمام تمام البولمونري اللي هو حيكون بلد فلو خير البولمونري بلد فلو زي ما قلنا الجرافيتي افكت اللي هو حيكون ديستربنس اللي هو حيكون فلو مثلا في السباي بوزيشن وانت راقد بما انه ما فيش جرافيتي افكت فنلقوها عباره عشان ايه ذا سيم فالديستربيشن بلد فلو اللي حيكون اولموست ايدنتيكال. لكن في الابرايت بوزيشن نلقوا الفلو ديكريس اكيد فروم بوتوم تو توب ريتشنج اللي هو حيكون لوست فاليو في الايباكس. يعني حاجه الان ايكوال ديستريبيوشن اللي هو حيكون اكسبلين اللي حيكون باي هيدروستاتيك اللي هو حيكون ديفرنس وتكلمنا عليهم بالزون الزون الاول ارتيريا اللي هو اقل من الالفيلر لكن هذا ما يصيرش نورمالي داز نوت اكور بيكوز البلمونري ارتيريال بريشر اللي زي ما قلنا جست سفكنت اللي هو حيكون
يعتبر اكثر بشويه من الالفيولر طبيعيا، باش يسبب لك عباره عشان اللي هو حيكون تو كوز البلد فلو بالضبط، تو رايز البلد تو ذا توب. لكن لو صار لك الزون وان هذا ممكن لما يصير لك الارتيريال بلد بريشر ينقص عن طريق مثلا الهيمورج فور اكزامبل، فهنا اور اف الالفيولر بريشر اللي هو حيكون از انكريز، فنلقوا هنا عن طريق البوزيتيف بريشر فنتيليشن. فهنا تو فاكتورز ممكن يسببوا لك الزون 1، اول حاجه هيمورج، ثاني حاجه نسموه فاعل عباره عن بوزيتيف فنتيليشن. بوزيتيف شنو بوزيتيف؟ اللي هو حيكون فنتيليشن. ثاني حاجه الزون الثانيه اللي في النص اكيد الارتيريال اكثر من الالفيلر، لكن الالفيلر اكثر من اللي هو حيكون الفينس تمام. فهنا الكونديشن البلد فلو عباره عشان ديتيرمنت الديفرنس بين الارتيريال واكيد اللي هو حيكون الالفيلر. الفينس بريشر هنا ما هوش انفلونسينج هلبا. ثاني حاجه نلقوا الزون الثلاثه اكيد الارتيريال اكثر من الفينس والفينس اكثر من الالفيلر، واللي هو حيكون البلد فلو الفرق بين الارتيريال والفينس. ثاني حاجه زي ما تكلمنا عليها الهايبوكسيك اللي هو حيكون فازو كونستريكشن تمام. قال لك هنا ان السيستميك اللي حيكون سيركيليشن خيره، نلقوا ان ميتابوليك كنترول اللي حيكون بلاد فيسلز تمام، اللي حيكون كان زمان لما يتكلم لك انا لو نقص اللي هو حيكون الاو 2 يسبب لك في دايليتيشن، هذا الطبيعي. لكن هنا في اللي قال لك عباره عشان ذا اوبزيت استرو في البولمونري السمود مسل نتاع الوولز نتاع البولمونري ارتريول كونتراكت، علاش؟ ان ريسبونس تو لوكال هايبوكسيا. لو علاش؟ لان في لو الفيلر اوكسجين تمام. اللوكال الفيلر اللي هي هايبوكسيا اكور طبعا مثلا عندك اللي زي ما قلنا في شيء حاجه يصير لابستراكشن. لكن هنا قال لك ان بريف الهايبوكسيا فازو كونستريكشن لوكال هايبوكسيا ينقص لك اللي لما ينقص الالفيلر او 2 يسبب لك شيء، يسبب لك في فازو كونستريكشن. علاش؟ الفازو كونستريكشن هذا بروتكتيف ميكانيزم، سنس الفازو كونستريكشن دايفيرت يعني تشينج الدايركشن البلد اللي هو حيكون اذر ريجنز اللي هو حيكون من ناحيه الفنتيليشن للكابيلاريز تمام، اللي هو حيكون يعطيك الكابيلاريز باش يعطيك شيء بيتر فنتيليشن. ذس دايفيرجن اللي حيكون بلد فلو تمام اللي نسموه عن طريق شيء يسبب لك في فنتيليشن برفيوجن ريشيو افضل تمام. طبعا هذه الرسمه، هذه شنو هذه الرسمه؟ هذه رسمه اللي هو حيكون البريشر. فشوف هنا قداش، هنا 15 وهنا 5 وهنا قريب شنو ناقص 5، هذا شنو؟ هذا اللي هو الفرق الكابيلاري بريشر على حسب الهيدروستاتيك بريشر تمام. وهذا طبعا اللي هو حيكون عباره شنو تاثير الزون، لا هذا تاثير الزون، هذا تاثير حتى هو الكابيلاري. هذا الزون طبعا الاي اي كابيتال الفيلر اي سمول ارتيريول وادي فينس، في الالفيلر اكتر واحد، هنا الارتيريول اكتر واحد، وهنا الارتيريول اكتر واحد. هذا شنو اللي لقطه؟ هذه الركرو، هذه اللي قصده بقى الميكانيزم اللي تصير ريكروتمنت، يزيد لك هذا من اللي كانوا مسكرات يفتحهم جدد ويصير لك شنو ديستنشن. هذا كيف ينقص لك في الريزيستنس، كيف ينقص لك في الريزيستنس ريكروتمنت فينس ديستنشن فيرسس ديستنشن قصده يعني كانه مصير الزوز. طبعا نتكلم على السيريبرال سيركيوليشن، وتكلمنا على السيريبرال سيركيوليشن عباره عن شنو؟ طبعا فايتال اورجن البرين طبعا ريستورنس اللي حيكون عباره عن شنو؟ الاسكيميا اللي هي نقص في الاكسجين. وقلنا الانتربشن طبعا اللي هو حيكون لو 5 سكند يسبب لك في انكونشسنس، لو منت يسبب لك في ريفرسبل تيشو دامج. هذه حاجه قصدي كومن نولج، ما هيش حاجه قصدي تبي شرح. لكن هنا الفيتشرز اول حاجه زي ما قلنا الفنتركلز نتاع البرين والسبركنويد سبيس فيها سيريبروس ماينر فلويد. ثاني حاجه البرين كابيلاريز اللي هم حيكون نوت بوروس وريلاتيفلي امبيرميبل عند بلاد برين بارير بي بي بي. ان اذر ووردز نلقوا ان الكابيلاري وولز اللي هو كونتين عباره عن شنو بارير بتوين البلاد وبتوين البرين تيشيو. ماني مولكيول دو نوت باس ايزلي ثرو ذيس كابيلاريز انكلودنج اكيد اللي هو حيكون اللي هو حيكون دقيقه دوز نوت باس اللي حيكون كابيلاريز through the blank تمام. most bacteria بالضبط most bacteria اللي حيكونوا viruses have difficult penetrating the blood brain barrier. on the other hand حتى من ناحية medication relative impermeability the blood brain barrier اللي هو حيكون شنو to antibiotics. ثاني حاجة نلقوا ان السمباتيتك طبعا الفازوموتر هنا اللي هو حيكون عبارة عن is very weak زي ما قلنا يعتمد لك على الميتابوليك كنترول. cerebral circulation is under metabolic control زي ما قلنا. in other words cerebral blood flow اللي حيكون is regulated عن طريق اللي هو حيكون local metabolism. فمثلا عندك ال blood flow اللي is regulated by local mechanism، فأول حاجة زي ما قلنا هذا من الاكستريميتي لو نقصها بيسبب لك في fainting تمام. لو زاد اللي هو أكثر من 150 يخش لك اللي هو في شنو في cerebral edema. ثاني حاجة لو زاد ال CO2 أكيد يدي لك في dilation، ولو نقص ال CO2 يدي لك في شنو ينقص لك في constriction تمام. وطبعا لما ينقص السي او 2 عن طريق شنو هايبر فنتيليشن. شو معنى هايبر فنتيليشن؟ معناه تنفس سريع او تنفس بكثره.
ثاني حاجة نلقوا ان السيريبرال طبعا فيري سنسيتيف للسي او 2 والاو 2 والسي او 2، علاش؟ لان مينلي دي ار ريجوليتد باي ميتابوليك، فلازم يكونوا هايلي سنسيتيف ليهم، تمام؟ فمثلا نورمال اكسجين از 100 لو نقص طول يسبب لك في دايليشن، تمام؟ ثاني حاجة قلنا اللي هو بروسبتر نلقون في الارتريز، تمام؟ اللي هو حيكون بروتكت طبعا للسيريبرال سيركوليشن، مثلا سي ان اس اسكيميك ريسبونس اللي هو حيكون ماشين فولوينج اكيد اللي هو حيكون اسكيميا، علاش؟ باش ما يسبب لكش اللي هو ريفرسبل نيرف دامج، لان كان وصل حتى دقيقتين باسكيميا في البرين تمت لك، تمام؟ تمام. اخش في الكورونري سيركيوليشن، تمام. الكورونري سيركيوليشن زي ما قلنا ان اللارج ارتريز اللي هم سبلاي الهارت رن اللي هو حيكون اون ذا سيرفيس ما يخشوش، نوت اكسبوزد تو ذا سيستوليك انترا مايوكارديال تنشن، تمام. نلقوا انسايد اللي حيكون مايوكارديال فنتركل، لكن البرانشز نتاعها اللي هم حيكون عباره عن شنو اللي هم ديرفور سمول ارتري والارتريول والكابيري والفينيول هاد امبنتريت الفنتريكولر وول، تمام. نلقاهم عباره عن اكسبوز انتو دم انتو مايوكارديال تنشن اللي هو عن طريق شنو الكونتراكشن. اللارج فين حتى ما رانز اون ذا سيرفيس زي ما قلنا، طبعا اليوم حيكون موست اوف ذا فين اليوم حيكون ان دبل يو حيكون في ساينس او تشامبر نسمى فيها شنو كورونري ساينس، تمام. واللي هو حيكون ويتش درين اللي هو حيكون انتو شنير رايت اتريوم. ثاني حاجه لما قلنا درونج السيستول بنتريتنج اللي هو حيكون برانشز اللي هو حيكون سمول برانشز هنا سكويزد هاي انترا مايوكارديال تنشن، فهنا الديامتر اللي هو حيكون ينقص فانكريس اللي حيكون ريزيستنس، لكن في الريزيستنس اللي هو حيكون سينس ذا كورونري ريزيستنس اللي هو حيكون انكريس درونج السيستول، فنلقوا ان الهارت ريسيف موست اوف بلود سبلاي درونج الدايستول. وقلنا ثاني حاجه ان الكورونري فلو اللي هو حيكون ديبندز اكيد اون دي ارتيريال بلود بريشر. مثلا هنا هذه نسيت نقولها لما مش مبكر رسمت ان اللي هو الاورطه رسمتها انا منقولها نسيت اني نذكرها، مش قلنا ان الاورطه يطلع منها اللي هو الكورونري ارتريز، شو معناها؟ معناها لو نقص لك الاورطيك بريشر بالذات نتاع الدايستول ينقص لك الكورونري بلاد فلو، ولما ينقص لك الكورونري بلاد فلو ينقص لك الورك نتاع الهارت، تمام. ولما ينقص لك الورك نتاع الهارت ينقص لك الاورتيك بريشر من جديد، ولما ينقص لك الاورتيك بريشر من جديد معاش يوصل لك اصلا بلاد للهارت، وهيك تخش في هارت فيلر ومبروك عليك متت. استغفر الله، مش مبروك عليك، لكن قصدي نحكي لك ان الديث فيش سايكل عباره عن شيء حاجه مستمره، يعني لما ينقص لك الدايستوليك اورتيك بريشر ينقص لك الكورنري بلاد فلو، ينقص لك الورك اوف هارت، ينقص لك الاورتيك بريشر من جديد، ينقص لك الكورنري بلاد فلو اكثر، فتخش في ديث فيش سايكل ويسبب لك يسبب في شيء الديث. فتشينج زي ما قلنا اللي هو حيكون في الارتيريا اللي هو حيكون اورتيك بريشر، تمام. تشينج في الكورنري فلو مثلا لو زاد مثلا اورتيك بريشر يزيد الكورنري بلاد فلو، لكن لما ينقص ينقص الاورتيك بريشر ينقص الفلو اندر اللي هو ابنورمال كونديشن، وايل الدايستوليك بريشر طبعا اللي هو حيكون سلو سوتش از اللي هو حيكون في السيفير هايبوتنشن يكون بلاد فلو ديكريس، بالذات الدايستوليك لانه هو علاش في الدايستوليك؟ لان الموست بلاد سبلاي في الدايستول مش في السيستول. تاني حاجه الكورنري سيركيليشن زي ما قلنا انتر ميتابول كنترول اللي هي نفس الشيء، الكارديك ورك طبعا انكريسز هنا اللي هو حيكون عشان لاكتيك اسيد والسي او 2 يزيد وينقص الاكسجين يسبب لك في شنو؟ يسبب لك في شنو؟ كوز الارتيريال دايليشن. وهذه اخر حاجه الاسكيميا والهايبوكسيا، بيتكلم لك على الانفاركشن، تمام. فهذه الهايبوكسيا طبعا انادوكيت اللي حيكون اكسجين سبلاي، فالهايبوكسيا اللي هو حيكون عباره عن شيء في المتاع الميوكارديوم، الميوكارديوم زي ما قلنا اللي هو حيكون اسوشيتد ويتش اني ويت بين، ويت بين هذا نسموه في شيء انجينا بكتورس اللي هو حيكون شيء في دبحه صدر زي الدبحه الصدريه في شيء في جيت استرنم اللي هو بروجكت طبعا اللفت اللي هو حيكون شولدر والارم ريفيرد بين، هذا ريفيرد بين. واسكيميا زي ما قلنا نادكت اللي هو حيكون بلاد فلو، هو اصلا الاسكيميا يسبب لك فيها هايبوكسيا. ثاني حاجه الميوكارديال انفاركشن، اصلا الميوكارديال انفاركشن حاجه بروجريسيف صايره من هذيك المزوز، يعني لو صار لك كلوجن في الكورونري ارتري اللي هو هذا اسكيميا. ثاني حاجه يسبب لك في شنو؟ يسبب لك ميوكارديال انفاركشن. الميوكارديال انفاركشن هنا قال لك شنو؟ اندرجوز باي شنو؟ باي اسكيميا، والاسكيميا تسبب لك في هايبوكسيا، والهايبوكسيا تسبب لك في نيكروزس، والنيكروز تخش في الفايبريليشن بعدين يسبب لك شنو؟ انفاركشن، تمام. فايبروز قلنا بعدين انفاركشن. مايكارد انفاركشن طبعا هي لوس اوف فانكشن اكيد زي ما قلنا خلاص تليفت، ما قصدي ولا عباره عشان فايبر لا فيه كيف كونتراكشن لا شيء، عباره كان الحامك حرفيا وخلاص، تمام. يعني انت تخيل عندك مثلا هنا مصل ومصل مصل سيلز هنا ومصل سيل بناتهم الثالثه، هذه ماتت مشت انا لحمته مكي وخلاص، هذا الفايبروزس. هذه تخدم ودي تخدم لكن هذه خلاص، هذه عباره عن حاجه تشد الزوز وتمت، تمام. تو الاوكلوجن اللي متكلم عليه لو كان لك لو قال لك صدن مثلا عندك اكيوت مايكارديال انفاركشن طول، لكن لو كان اللي هو حيكون جراديوال هنا نلقوا اللي هو حيكون اوفر ذا دايز ويكل كولاترال فيسلز زي ما قلنا ديفلوب اللي بروفايد لي السفكنت بلاد فلو،
زي ما قلنا نلقوا اللي هي مايكارديوم طبعا بريفنت اللي هو حيكون ريدوس النيكروزز، زي ما قلنا اللي هو حيكون عباره عن شنو، فيسبب لك هنا ريدوس الريدكشن في النيكروزز. عذرا مساحه التليفون تمت فالفيديو تسكر. زي ما قلنا اللي هو حيكون ان البروجريسيف اللي هو حيكون نيكروزس، شنو تدير هنا اوفر بيريد اوف تايم اكيد هنا ديفلوب اللي هو حيكون عباره عن كولاترال فيسلز، والديفلوب اللي هو حيكون عباره عن الكولاترال فيسلز زي ما قلنا ديفلوب بروفايد اللي هو حيكون السفكنت بلو سفكنت بلود فلو اللي هو حيكون الاسكيميك اللي هي مايوكارديوم طبعا بريفنت اللي هو حيكون شنو النيكروزس. قال لك بعد اسابيع ممكن توصل شنو للنورمال. الكولاترال فيسل هادم بشن بتوين شنو شنو بتوين اللي هو حيكون الاوكلودد والنون اوكلودد، يعني تخيل انت عندك هادي اوكلودد ارتري وهو اللي جاب لك شنو هذا اللي جايبه لك اللي هو حيكون النون اوكلودد ارتري، هنا الديفلوبمنت هذا شنو هذا كولاترال اللي هو حيكون فيسل. تمام دي اوريجينيت زي ما قلنا من السمول فيسل اللي هو حيكون اندر جو البولاريفريشن عن طريق شنو، عن طريق كيميكال ايجنت جايات اللي هو حيكون شنو من الاسكيميك تيشيو، يعني التشيو هذه لما يصير لها اسكيميا يعرف انه في موضوع، يبعث لك اللي هو اشارات البلد فيسل بتاع انه يبي مساعده ويصير في ديفلوبمنت للنيو بلد فيسلز. تمام.